مساء الخير، مساء الهنا والسرور على كل مشاهدينا. النهارده يوم الثلاث، اليوم المخصص للرجال في سيداتي انساتي، اللي هنحاول فيه نتوصل يعني اذا حالفنا الحظ لطريقه تفكير الرجال ايه هي بالظبط، وبيبصوا للامور بنظره مختلفه قد ايه عننا. النهارده هنتكلم عن موضوع الخصوصيه بين الازواج، حدودها تقف لحد فين، الراجل بينظر لها من انهي منظور، والست كمان بتنظر لهذا الموضوع من ناحيه ايه بالظبط. هل هي غيره؟ هل هو تحكم؟ هل هو شك؟ الخصوصيه بشكل عام في كل شيء، حتى في مصروف البيت، في المرتب، في التحويشه، في التدكينه، كل حاجه هنتكلم فيها. هنستنى طبعا تليفوناتكم على نمرنا اللي هتظهر دلوقتي على الشاشه، وعلى صفحتنا برضو، تفاعلكم على صفحتنا على الفيسبوك، تقولوا لنا رايكم في الموضوع ده، وهيكون موجود معانا هيناقشها الخبير في العلاقات الزوجيه ايهاب معوض، والدكتوره براءه جاسر، كانوا موجودين معانا على فكره الاسبوع اللي قبل اللي فاتوا، يعني مكملين بقى النهارده معانا، نشوف الموقف هيوصل بينا لحد فين. النص الثاني من الحلقه هنتكلم فيه، لو كنت فاكرين كنا مره عملنا مداخله واتكلمنا عن موضوع جروب للطبخ، الرجال هم اللي عاملينه، فقط الرجال، ممنوع دخول ستات فيه. النهارده بقى هم مشرفينا، ونشوف الميه تكذب الغطاسه، ما نشوف بقى هم جايبين معاهم عمايل ايديهم ولا جايين كده من غير حاجه في ايديهم، ده هنشوفه معاكم على ان شاء الله الهوا في النص الثاني من حلقتنا. ندخل بقى على جولتنا على الخاصه بالاخبار على الفيسبوك. اول خبر معايا يا جماعه استوقفني كثيرا 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 الحقيقه، عن اكاديميه سعوديه للشباب، الهدف منها ان الشاب يتزوج ثلاثة ويحصل على الرابعة بونس بعد ما يكمل 10 سنين زواج بالثلاثة. اي نعم، زي ما سمعتوا كده، هيتجوز الثلاثة في شهر واحد. يشترط ان الثلاثة يكونوا واحدة ارملة، واحدة مطلقة، وواحدة انسة. مش عارفة هل ده يا ترى اسهاما منهم في الحد من العنوسة، او من ان يبقى الست دايما لازم لها كنف راجل تعيش تحت جناحه وظله، انا الحقيقه مش عارفه. يعني تعالوا نشوف الفيديو الاول ونرجع نكمل كلامنا عن الموضوع ده. انه انا في الجمعيه طلبت من الدكتور عطلة العبار اللي هو رئيس الجمعيه، انه انا عندي مشروع قائم على فكره تزويج رجل غير متزوج شاب من سن 25 سنه الى 35 فما فوق من 3 زوجات في شهر واحد، كل زوجة 10 ثانية. هتقولي لي السبب ليش فكرتي نشأت بهذه الطريقة؟ لها سنة ونص. مقتنعة بفكرة، لا غصبا عني اضحك، لا عديلي عديلي يا مرة ثانية. أزوج رجل غير متزوج، أنا ليس لي دخل تماما البتة بالمتزوجين، شاب يريد أن أتزوج من 3 فتيات. طيب ليش تزوجي ثلاث؟ ليش شهر واحد؟ ليه مو أسبوع؟ لا هو طبعا نحن ما حنزوجه في شهر واحد من الثلاث زوجات الا بعد ما حنشئ اكاديميه اسمها اكاديميه زواج، تقريبا شبيهه باكاديميه ستار اكاديمي مع الفارق يعني، لكن الاكاديميه هذه حتخرج الزوج هذا اللي يختار 3 زوجات منهم مطلقه وارمله وانسه، تحت دراسه معينه، تحت ورش عمل، تحت معايير معينه في انه لما يتزوج بهذه الطريقه هل حينجح زواجه ام لا. يعني ما حيكون شهر واحدة واحدة، أول شيء شاب بين 25 و 50 من 25 إلى ما فوق، بس يعني حتى لو رجل في 60 شاب يعني غير متزوج، غير متزوج وتزوجي 3 نساء بتراضي جميع الأطراف. أيوة يعني ممكن في يوم واحد يتزوجوا؟ لا في شهر واحد كل واحد، بس بعد ما يتخرج من الأكاديمية اللي إن شاء الله حنشئها. طب ناوية تنشي أكاديمية عن وتجيبيهم تعيشي ناس ما هم مرتبطين؟ أيوة. ما بينهم أيوة. اول حاجه حنعمل مستوى توافق في الزواج، هي الاكاديميه حتنشا، حيكون فيها كنخبه من الاستشاريين، لا زي ستار اكاديمي يعني حيناموا في الاكاديميه؟ لا 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 لا، حييجوا 3 مرات في الاسبوع، لكن حيكون تحت يعني ايدي متخصصين نفسيين استشاريين في امور الزواج. حيبدا يعني يجينا شخص يبغى يتزوج بهذه الطريقه، الـ3 الاشخاص او الزوجات بيكونوا موافقين واهاليهم موافقين، إذا حيدخل هذه الأكاديمية تحت يعني اختبارات معينة وورش عمل وتقريبا اختبارات في مستوى التوافق، يعني عدة اختبارات غير ورش العمل. بعد 6 شهور حنشوف هل هو يصلح. زي برامج، في برامج أمريكية وأوروبية كذا عاملينها،
هل هو يصلح يتزوج بشكل ثاني يعني؟ هل هو يصلح يتزوج؟ هل هو قادر على انه يفتح 3 بيوت؟ طبعا على المستوى الاقتصادي، المستوى بس يعني البرامج اللي احكي عنها انه واحد يتزوج واحده، مو واحد يتزوج لا ثلاثة عده نساء. ايش معنى 3؟ ليه مو 4؟ مو بيحق له 4؟ انا مش قادره اعلق. يعني هم هيجيبوه يعلموه ازاي يتجوز؟ هو عارف يتجوز واحده، اما هيجوز 3 في نفس الشهر؟ انا مش عارفه الحقيقه. طب وهيعلموه ازاي يعدل ما بين 3؟ ده سؤال مهم جدا على فكره، لان انك عشان تتجوز اكتر من واحده يجب ان تعدل. هيعلموه كيف يعدل بين 3؟ وبعدين المهم ان هو يكون بين 25 و35، هي ملهاش دعوه عجباني قوي الست الحقيقه الدكتور، ثقه 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 رهيبه حقيقه. يعني انا متهيالي ان الاكاديميه دي هيكون عليها اقبال تاريخي، وهيجي لها اعارات من الخارج من جميع الدول العربيه والاسلاميه ان هم يتقدموا طبعا في هذه الاكاديميه. واحنا انا رايي ان احنا نبعت الرجاله هناك ويورونا بقى هيعملوا ايه، هيقدروا على 3 ستات في شهر واحد ولا لا. نشوف الموضوع ده، هنشوف الموضوع ده. ما انا مش قادره اعلق اكتر من كده الحقيقه، لاني هقول كلام يعقب عليه القانون. المهم ندخل على الخبر الثاني، بنتكلم عن الجواز بقى، بنتكلم عن الجواز. بس دول الحقيقه كابل يعني على وعسى يمكن يتجوز اكتر من واحده بعد ما يشوف الموضوع ده. دول كابل انجليزي قرروا ان هم يعملوا فوتو سيشن لذيذ قوي. بدل ما يعملوا فوتو سيشن دي بقى، انت عارف دلوقتي بقى الناس تقعد بقى ايه تصور هنا تصور هنا ويسافروا مع بعض ويعملوا اشكال جديده حاجات كده. دول بقى راحوا الجيم، رياضيين قوي، رياضيين جدا. تعالوا كده نتفرج على الصور بتاعتهم، لذيذه قوي الحقيقه. نشوف اتصوروا ازاي عملوا الفوتو سيشنز بتاعتهم ازاي في الجيم بالفستان. اهم حاجه ان هو بالفستان، هو انا هي بترفع اثقال بالفستان. وماله وماله، مش عيب. العروسه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي عندها ايه ده؟ العضلات دي اسمها ايه يا جماعه؟ انا ما اسمها ترابيس، متاكده ترابيس، ما اعرفش. ما شاء الله رافع اثقال تمام اهو الراجل. لا ما والله ممكن هي اللي تشيله، مش عارفين، يمكن ما قدروش بس يصوروها عشان ما ايه ده يعني. هقول ايه؟ صحه ولياقه، احنا مش هنقر عليهم يا جماعه، مش هنقر عليهم. من ضمن برضو الحاجات اللطيفه اللي قابلناها على الفيسبوك، صوره لسيده مسنه، صور لسيده مسنه متصوره مع 20,000 لعبه جمعتها على مدار حياتها، كل اللعب بتاعتها على مدار حياتها. الحقيقه هي فكره لطيفه قوي ان الواحد يحتفظ بالحاجات بتاعته وهو صغير، بس يعني مش 20,000 يعني. طب طلعي حاجه كده للغلابه يعني، انا مش عارفه. احنا يعني احنا دايما بنقول ان المصريين بيحبوا يكدسوا الاشياء وتفضل الحاجه عندهم ما يرموهاش، بس طلع ان في ناس تانية بتكدس الاشياء. وبعدين الحاجه متحافظ عليها تمام، يعني تحس انها جديده يعني بورقتها. هي عامه فكره لطيفه، والواحد لازم يشيل لاولاده حاجات سوفينير يعني يفتكروا كده بيها طفولتهم والحاجات اللي ذات معنى. لكن 20,000 لعبه ده كتير، ده كتير يا مدام صراحه. يعني في بقى كابل لذيذ قوي مصريين بقى، دول لذيذ جدا، هما حسام وسلمى، اتخطبوا من كام يوم. والحقيقه هما اتعرفوا على بعض عن طريق الفيسبوك، فاول لما العلاقه بتاعتهم كللت بالنجاح واتخطبوا، العريس صور يعني او عمل بوست لاول سكرين شوت لاول كلمتين جر بيهم ناعم مع العروسه مع سلمى، وهو قال لها طبعا الجمله الشهيره اللي كلنا عارفينها، ممكن نتعرف، ممكن نتعرف. دي وصلتهم للجواز اهو، يعني خرجونا من التابو بتاع ان الحاجات دي ما بتوصلش لاي شيء. لكن اهو في ناس على فكره في جوازات كتيره جدا اهو، اهو السكرين شوت اهو، بس انا مش عارفه اقرا هي قالت ايه. مش 16 سنة. هاي ازيك انا حسام 17 سنة. اند يو هي سلمى 16 سنة. احنا ممكن نبقى اصحاب. 6 سنين بقى وهم ايه اصحاب لغاية اما اتخطبوا، وان شاء الله ربنا كده يكرمهم وينجحوا في حياتهم الزوجية. والله لطاف جدا، بس 6 سنين برافو يعني كفاية، انا لو منهم كفاية الحقيقة. المركز القومي للمسرح والموسيقى كرم الفنانة سهير المرشدي بمناسبة يوم المرأة العالمي. احنا حضرنا التكريم ده وهنعرض لكم دلوقتي جزء منه. طبعا الفنانة سهير المرشدي فنانة ذات قيمة وليها تاريخ حافل في المجال الفني كله، وحتى كمان في المجال العمل الاجتماعي. تعالوا نشوف التكريم ونرجع تاني.
وبشكر طبعا المركز الثقافي وبشكر وزارة الثقافة إنها اختارتني لهذا اليوم والدعوة الكريمة دي، وأرجو إن أنا أكون قدها. أقول النهاردة لكل مرأة مصرية في عيد الأم، وكل أم شهيد، وما أكثر شهدائنا، أنا بقول لك يا أم الشهيد وأنا أخت الشهيد، كل سنة وأنت طيبة. أحياناً بيبقى إحساسك بحد أكبر من إنك تعبري عنه بكلام، يبقى اللي جواكي أهم من الكلام والكلمات. بس عايزة أقولك أنه ده أقل حاجة ممكن تتقدم لماما، فأنا مبسوطة أنه مش بس أنا اللي بحتفل بيها أو أهلها اللي بيحتفلوا بيها، لا ده كمان ممثلين من وزارة الثقافة ومجموعة من الأدباء والفنانين، فده أقل حاجة يعني، يا رب تتبسط. بس مفيش كلام يتقال ولا يعبر غير أنه فعلاً كل الخير اللي أنا فيه، أو لو في أي فضيلة أنا عليها هيبقى الفضل ليها بعد ربنا سبحانه وتعالى أمي على طول. سهير المرشدي علامة فارقة في حياتنا الفنية. سهير المرشدي صاحبة العديد من البصمات في الساحة الفنية، مسرح، سينما، إذاعة، تلفزيون. سهير المرشدي النهاردة مسكة جمعية هواة التمثيل. سهير المرشدي طافت البلاد العربية ولها العديد من التلامذة. سهير المرشدي نغم وصوت ساحر وصوت لا يمكن أن يخطئه السامع، وصوت لا يمكن أن يختلف عليه اثنين. فتعظيم سلام للمرأة. المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي الابنة، هي الأخت. كل سنة وانت طيبة ومبروك عليكي دم ابنك، لانه ما راحش هدر علشان هو بيحمي ارض عزيزه قوي عليك وعليا وعلى كل المواطن فيها، واعتقد انها عزيزه ايضا على رب العزه لانه ذكرها اكثر من 5 مرات في القران. لفتة إنسانية كريمة جدا الحقيقة، رامسس كوليدج المدرسة اللي كانت فيها الشهيدة ماجي اللي استشهدت في أحداث الكنيسة البطرسية، كرمت أمها الدكتورة نرمين سمير في عيد الأم. وبعيدا عن الكلام الكتير، تعالوا نشوف التكريم ونشوف كلمة الدكتورة نرمين اللي بتدينا كلنا درس الحقيقة في الحياة وفي التضحية وفي تقبل قضاء الله وقدره، ونرجع نبتدي معاكم فقرات حلقتنا. اسمها أول اسم في عمرنا تحت عليه. أم هذا العام كلية رمسيس بتهدي هذا اللقب لنرمين مامة ماجي. نرمين، حوارك وسلامك وكلامك كان أحسن من 1000 وعظة على المنبر. مدرسة رمسيس كوليدج بقيادة الدكتورة سلوى رئيسة المدرسة استضافتنا النهاردة عشان ذكرى للشهيدة ماجي، وكان قد إيه الترحاب كان حلو جدا ومحبتهم العالية هي اللي خلتني الواحد يبكي يعني في بداية اللقاء. أول كلمة وماشية وسندها أقول لكم إيه، أصلها أمي روحي يا أمي. انا ما كنتش متخيله ان يكون في كم المشاعر المختلفه دي جوايا، حسب الفخر ان في يوم من الايام ماجي كانت بتنتمي للمدرسه ديت، حسب بالفرح باصحابها وزي ان هم فاكرينها وبيحبوها قوي قوي كده، حسب الامتنان ما جيت هنا وشفت حب البنات وشفت اداره المدرسه ودكتور سلوى والتعامل معانا ومع مشاعرنا، انا حسيت بامتنان وبفخر وبمحبه ومزيج ملخبط كده من مشاعر كلها حلوه. ربنا يقوينا كلنا على رساله الامومه. انا بعتبر ان الامومه دي اصعب شغلانه في الحياه، يعني انا امراه عامله انا بشتغل، بس بحس ان الامومه دي اصعب شغلانه في الحياه. فكرنا النهارده ان احنا نرتب يوم نحتفل بيه بذكرى شهداء مصر، متمثلا في الشهيده ماجي في حادثه كنيسة القديسين. فكرنا احنا ممكن نعمل ايه كمدرسة
ممكن يجيب صورتها، ممكن نعمل كذا، لكن فكرت في رسالة تبقى تتوجه لمصر كلها مش بس للدكتورة ميرمين. احنا مدرسة فيها من المدارس القديمة اللي بقالها 108 سنة، عندنا جناين كتيرة هنا جميلة، فكرنا ان احنا نزرع شجرة، والشجرة دي تبقى شجرة الحياة اللي هي بتقول المسج انه البذرة الصغيرة في يوم من الايام بتكبر وتبقى شجرة، ومفيش حاجة بتموتها، والحياة بتستمر اذا كانت على الارض او في الجنة، الحياة مستمرة. اسمها اول اسم في عمرنا تحت عليه. هل في خصوصية بين الرجل ومراته؟ ولو في حدودها ايه؟ هو اصلا يعني ايه خصوصية؟ لازم الاول نعرف يعني مفهوم وتعريف للخصوصية. يعني مثلا هل من حق الست انها يكون معاها الباسورد بتاع تليفونه او اكاونت بتاع الفيسبوك بتاعه والعكس صحيح، ولا مش من حق اي من الطرفين ان هو يتدخل في الامور الشخصية، او اللي الرجال عامة بيطلقوا عليها انها امور شخصية عشان يتهربوا من المسؤولية ومن الكبسة اللي بتتعمل عليهم. منورني النهاردة في الاستوديو عشان نتكلم عن الموضوع ده دكتورة براء جاسر. مساء الخير يا دكتورة، زي حضرتك. وطبعا منورني صوت الرجال النهاردة، منورني الأستاذ إيهاب أبو عوض، وهو الكاتب والباحث في العلاقات الزوجية. زي حضرتك يا إيهاب؟ أهلك هنا، ازيك، الأخبار؟ أعرف الأول يعني إيه خصوصية، مين يبتدي؟ ليديز فارس طبعا. أوكي. عايزة بس أفرق ما بين الأسرار والخصوصية. الأسرار هي الحاجات اللي بنعملها في السر، أيوة، مش عايزين حد يعرفها، لأنها لو اتعرفت بتسبب لنا ضرر مادي، جسدي، نفسي، أيا كان، فدي أسرار. أوكي. مش خصوصية. الخصوصية هي معتقداتي، أفكاري، وممارساتي اليومية. والخصوصية مستويات. في الحاجات اللي هي كلنا كبشر بنعملها، خلاص كلنا عارفين، إحنا بنصحى الصبح، بندخل الحمام، بنغير هدومنا، عايزين نعمل ده في خصوصية كلنا متفقين إنها عندنا. تيجي بعد كده بقى الحاجات التانية اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها، الحاجات اللي أنا اللي هي الممارسات اليومية بتاعتي، تليفوني، الإيميل بتاعي، فدي بقى حاجات. ما هي الممارسات اليومية دي بتستخبى فيها الأسرار. ما هو مجرد يبقى فيه سر يبقى دخلنا بقى في منطقة تانية غير الخصوصية. فهو ده اللي الناس هتعرفه في الحلقة أكتر، هي خصوصية ولا أسرار. طيب أنت منطفق يا إيهاب على الكلام ده؟ لا لا، انا على طول انا وبراء مش عارفه ان احنا مختلفين. مختلفين طول الوقت. ماشي، طيب قول لي بقى. هي كل الامور ينفع تتحول لاسرار لو شبه شائبه، بمعنى ان انا النهارده شايف ان الباسورد بتاع مراتي ده حقها طبيعي انها تستخدمه وما تدهوليش. بس لو انا شفت حاجه مش طبيعيه في الموبايل، هنا تحول لحق مكتسب ليا ان انا خصوصيتها بقت ضمن حياتي. من فضلك هاتي لي الباسورد ونشوف في الموبايل فيه ايه. Okay. من حق الراجل انه يعمل كده؟ ما انا قلت لك اللي حصل ايه. هي في الاول كانت زي ما قالت براء، هي الفكره كانت خصوصيتها الاول. اوكي. لكن لو هي في حصل حاجه غامضه وغريبه، هنا تحولت الخصوصيه لسر. انت مخبيه حاجه، فالنهارده كل اسرارك من فضلك طلعها لي قدامي دلوقتي حالا عشان اتفرج عليها. اوكي. قبل ما يحصل ده، هي ليها عالمها الخاص تماما تماما، ليها الباسورد بتاعها. ومين اللي بيحط المعيار ده؟ المعيار ان انت ليكي عالم خاص بيكي. يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده، يعني ان انا ليا عالم خاص بيا كرجل، وانت ليكي عالم خاص ليكي كانثى، وفي بيننا بعض عالم مشترك. تمام. اوكي. العالم المشترك ده هو اللي بنقعد فيه انا وانت، وما افتحش موبايلي وما اتكلمش مع حد وما قابلش حد وكده، انا قاعد بتكلم انا ومراتي لوحدنا، او انا وحبيبتي لوحدنا، او انا خطيبتي لوحدنا. اوكي. لكن هل انا ليا عالم خاص فيه صحاب وجيران واهل وناس وكتابات وافكار؟ هل انت ليكي عالم خاص بتاعك، اهلك وجيرانك وصحباتك وفيسبوك بتاعك والتويتر والانستجرام، كل ده ليكي؟ طبعا ليكي. اوكي. هو بس انا دايما بركز من فضلكم عدم اقتحام العالم الخاص المشترك اللي بيننا احنا الاثنين، هو ده اللي بياكد وجود خصوصيه او لا. بصراحه يعني كلامك بيقول ان الرجل من حقه ان هو يكون واصي على مراته شويه. على طول تقومني، مش ممكن في كره وضغينه غريبه جواها. لا، انا بجيب من الاخر. انت كرهاني كرجل؟ انت بصي، لا لا لا، انا لا اكره، لا 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 لا، يعني كوني بحمل صفه ذكوريه، ده مجهد بالنسبه لي. والله ابدا، والنبي يعني ابدا. طب انا انت شايفاني ان انا يعني ظالم للمراه؟ لا، انا ما بقولش ظالم. يمكن مثلا عشان المثل اللي قلته يمكن اكتر من كده. طب انا خليك تحبيني انا. لو المراه شافت، بصي عكس لها الموضوع، انت عارفاني سوسه. ايوه. لو المراه شافت من الرجل اي حاجه شائبه تخوف،
يعني انت النهارده الفيسبوك بتاعك مش هدخل على الواتساب، مش هدخل على الفيسبوك إيه؟ اوكي بس افرضي مثلا دلوقتي حالا فجاه انا معيش الباسورد بتاع ايهاب وتين تين بحبك ايهاب واحده، اي حد اكيد مش واحد صاحبي يقول لي بحبك ايهاب صح. هنا بقى الباسورد بقى بتاعها بقى بتاعي بقى حق مكتسب ليها، من حقها ان هي تقول لي دلوقتي حالا ايهاب من فضلك اشوف مين اللي بيتكلم ده. طيب okay. ماشي يعني انت مش كده شايف مبسوطة؟ يعني انا كده ببساطه اوكي يعني انت مش شايف ان الرجل وصي على المراه خالص، مفيش اي وصيه من طرفه. هل الرجل الشرقي بطبعه وصي على المراه؟ اه طبعا هو بطبعه وصي على المراه، لكن انا متفقه ان الكلام اللي بتقوله ما فيهوش اي وصيه على حد، ومجرد تعدي الخط الاحمر اللي احنا متفقين عليه كشخصين في العلاقه يبقى انت اديتني الحق ان انا اشوف او امشي. يعني انا لو انا اكتشفت ان فعلا في حد، لو انا في شخص في حياتي وواحده بتقول له بحبك او العكس، يبقى كده هو تعدى الخط المسموح بيه ومن حقي ان انا اشوف مين اللي بيبعت. ممكن هي اللي بتحبه بس هو ما بيحبهاش. لا انا معاكي، لا على فكره انا معاكي، صح هو اللي بحبك لا وما لا بس هقول لك على حاجه، احنا ما ينفعش فعلا نحاسب الشخص الاخر على تصرفات الاخرين، لازم اتاكد ردود فعله هو بالظبط. هي رد الفعل حتى مش من حقي احاسبه على رد الفعل، يعني انا قدامه خيارين، لو عايز يكمل في العلاقه دي يبقى هتمشي بشروط جديده، يبقى هيبقى من حق ان انا ادخل واشوف الايميلز واشوف خلاص سقط خصوصيات بقى. اه بالظبط. طب ما احنا راح نختلفش انت وانت النهارده جايين متفقين عليا انا كل ده عشان قعدنا مع بعض 10 دقايق النهارده جايين من غلطتك اصلا. يعني هل من الاول من حق الراجل مثلا دكتوره براء ان هو يطلب من مراته الباسورد بتاع تليفونها يكون معاه ويكون عارفه من اولها كده من قبل ما يحصل اي شائبه او اي بادره شك او اي حاجه؟ هقول لك على حاجه، من حقه مفيش حاجه اسمها من حقه، الحق ده كل اتنين بيتفقوا عليه، بيقول انا عايز كذا ومش عايز كذا. لو انت بتطلب ده علشان شك يبقى لا مش من حقك تاخد حاجه منه. يعني انا مثلا لو معايا التليفون ومرتبطه وانا هعرف منين اذا كان ده بناء على شكله؟ لا ما هو انت عايز الموبايل ليه؟ انا عايز مثلا اعمل مكالمه لان انا اوكي اعمل مكالمه مفيش مشكله، من حقه هديله هقول له الباسورد كذا كذا ما عنديش حاجه، ولكن في خصوصيات الاخرين، يعني انا ممكن مامتي صاحبتي اي حد بعت لي اسراره، فلا هو اسراري انا او خصوصياتي، بلاش اسراري، خصوصياتي قد تكون ملكه لو احنا متفقين على ده، بس خصوصيات الاخرين واسرار الاخرين لا مش ملكه. قولي يا ايهاب هو بس هو كلام برضو خلي بالك يعني كلام بس برضو وراء يبدو مثالي على المجتمع الشرقي، عشان بس يعني لو احنا عايزين فعلا نصدر الثقافه دي ان المراه هي الحريه المطلقه، لكن يبقى السؤال هل فعلا الرجل الشرقي زي ما تقولي بيتعامل مع الموضوع بشكل كده؟ تماما ما بيتعاملش معاه كده تماما هو شايف ان هو شايف ان المراه الراجل ماشي طول النهار مبدئيا ماسك تليفونه في ايده ومرعوب ان هو يسيبه كده ولا كده، بيدخل بيه الحمام. انا اعرف واحد صاحبي اسمه ايهاب معوض بيدخل بيه الحمام. اه والله. طب وايهاب معوض ايهاب معوض الانسان عشان ممكن يجي ايهاب معوض الانسان يقول ايه لايهاب معوض الكاتب في الموضوع ده؟ حسيتي قوي. اه يقول له ايه؟ لا عايز اقول لك حاجه، يعني في رجاله فعلا صدقا بتبرر ده وبتقول ان هي اصلا بيجي لي احيانا مكالمه مهمه جدا وبيدخل التويليت بالموبايل، وعندي حالات كتير الزوجات تخش لي على الصفحه وتقول لي جوزي بيدخل الحمام بالموبايل، يدخل التويليت بالموبايل، ويقول لي اصل ممكن يجي لي مكالمه اعمل ايه اساسا؟ طبعا انا بس يعني. هو طول النهار دلوقتي الموبايل يعني بيبقى امتداد طبيعي لايديه، ما بيفرقش ايديه لازق. ما بيفرقش ايديه. لكن في نفس الوقت لو مراته مثلا جت قالت له اديني الباسورد، ده ممكن تبقى فيها مأساة ويقول لها ايه ده ومش هو ده اللي بقوله. اعتراضي يا دكتوره براء ان الواقع مختلف تماما عن نفسي اصدر معاها وجهه النظر الرائعه دي والمثاليه المطلقه، لكن يبقى ان احنا فعلا بنمثل مجتمع شرقي فيه جزء كبير جدا منه متعصب ومتخلف للذكور. يعني هو الراجل عندنا بشكل مطلق، يمكن انت عشان ممكن تكوني بره مصر فتره كبيره شايف الواقع بيتغير كل يوم للاسف مش الافضل. يعني انا شايف ان الراجل وصل من الديكتاتوريه ان هو بيقول لها يعني ايه ما يبقاش معايا الباسورد بتاعك بتاع صفحتك وبتاع موبايلك وبتاع وكده، لكن هو هي طلبت العكس دي كارثه، وشايفه ان اهانه لذكورته ورجولته وكده. ودي معانا تليفون ناخد راي بقى الناس بدات تهل اهو. رنا على التليفون. الو مساء النور يا رنا. ازيك يا استاذه حنان؟ الحمد لله كويسه حبيبتي. قولي لي بقى بس في البدايه على الموضوع اللي انتوا بتتكلموا عليه. اتفضلي. انا بالنسبه لي الخصوصيه يعني اهم حاجه، اول حاجه الثقه. انا لو عندي ثقه موضوع بقى باسورد التليفون او باسورد تليفونها او تليفونه ده موضوع ثاني خالص. يعني الثقه اساس اي حاجه. انا لو واثقه هدي اي حاجه، هدي باسورد عادي او هو ياخد باسورد. بس يعني انت ما عندكيش مشكله لو هو جه قال لك اديني الباسورد بتاعك مثلا ابص في تليفونك او ادخل الاكونت بتاعك؟ نعم لا اكيد ما عنديش مشكله، بس زي ما قلت لك. طب هيكون عندك مشكله لو
التليفون قطع. عايز اعلق على حاجه يعني كان نفسي ان انا اواجهها بيها، لكن هو سؤال مستفز جدا. يعني هل الباسورد بتاع مراتي هو ملكيه شخصيه ليها، ولا ده جزء من عالمها اللي فيه اخرين؟ بمعنى ايه؟ النهارده صاحبتها اللي دخلت لها على الفيسبوك على الانبوكس وحكت لها مشكلتها، انا النهارده بيني وبين جوزي مشكله والنهارده اتخانقنا، وممكن نكون تحكي لها عن تفاصيل علاقه خاصه بيهم وكل حاجه وكده. اذا الباسورد ده ما بقاش بتاع مراتي. بالظبط. فهماني؟ ده بقى في طرف ثالث يجوز، وطرف رابع امها اللي بتحكي لها مشكله، اختها اللي فيها مشكله بين جوزها وبتحكي لها. فانا لما دخلت النهارده اللي هي بتتكلم عن المنظمه اللي قفلت دي، انت كونك اديتي الباسورد لجوزك معناها ان انت عرضتي ناس كتير جدا 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 لفقدان حريتهم اساسا. طب ايه اكتر حاجه الرجاله بتخبيها؟ الايه؟ الله، ليه خضيتي من السؤال؟ ايه ليه؟ لا لا ما تخافيش، انا قوي جدا. قولي لي ايه اكتر حاجه الرجاله بتخبيها؟ بتخبيها؟ تقصدي آلة يعني، وليكن موبايل او اللابتوب او كده، ولا تقصدي الايه؟ إيه؟ بيخبي علاقة طبعا اكيد يعني. يعني يخبي ايه؟ طبعا اكيد يخبي علاقته بواحدة. دي اكتر حاجة. طبعا اكيد. لا ممكن ما تبقاش علاقة، ممكن او كلام مامته عن مراته. إيه؟ شفت الفرق بين الدماغ اليمين والدماغ الشمال؟ شفت الفرق؟ لا لا بصي، عايز اقول لك براءة، حتى تعليقات الناس عندي الصفحة بالحلقات بتاعتنا منتهى الكيوت ومثالية جدا، و و و وانا صدامي وواقعي بشكل مؤلم. شفت ازاي؟ طب ناخد رجالة ظهروا، ناخد ابراهيم. الو. حنان. مساء الخير يا ابراهيم. الله يخليك يا حنان. اتفضل حضرتك. حضرتك يعني المفروض انا لو مراتي يعني شايله تليفون وعامله باسورد للتليفون، انا ما فيش مشكله ما بيني وما بينها. هي لو حبيت تعرف الباسورد بتاعي انا ادهولها عادي، لو انا حابب ان انا اعرف الباسورد بتاعها. انت اكيد عندك تليفون تاني يا ابراهيم. لا لا والله العظيم، هي ما دام مدديها على طول الباسورد كده. لا لا، هي الحكايه ثقه بس. طالما في اتنين مع بعض واثقين في بعض وعايشين تحت سقف واحد، هيبقوا واثقين في بعض. انا اخد الباسورد، هي واخده الباسورد. احنا مش بس بنتكلم عن الباسورد، خلي بالك يا ابراهيم، احنا بنتكلم عن مفهوم الخصوصيه عموما. تمام. الخصوصيه بشكل عام. لا هي الخصوصيه، بصي انا هقول لحضرتك على حاجه بس، خلينا في فرق، ما فيش فرق ما بين الراجل والست. ما فيش فرق. نظريه كويسه قوي. لا لا، طالما هي مراتي وانا زوجها واحنا الاثنين عشرتنا مع بعض وبقالنا كتير مع بعض، مفيش اي حاجه، مفيش ليها خصوصيات، مفيش انا ليها خصوصيات، هي متخلفه. يعني انت من انصار ان مفيش حاجه اسمها خصوصيه بين الازواج اصلا؟ لا طبعا مفيش. يعني انا مراتي مثلا تبقى معاها تليفون ويبقى في باسورد وتقول لي مثلا لا مفيش باسورد، ما انتش هتاخده مثلا، مش هتشوفه مثلا، لا ده تبقى كارثه. كارثة كبيرة. تبقى كارثة ليه؟ عشان انت هتشك، ولا عشان انت هتغير، ولا عشان هو كده انا المفروض ابقى عارف كل حاجة؟ لا المفروض ان انا ابقى عارف كل حاجة طبعا عندها، هي واحدة غريبة بالنسبة لي. والعكس صحيح؟ لا طبعا. هي كمان تبقى عارفة كل حاجة؟ والله لو في حدود يعني المعيشة اللي ما بيننا، يعني مثلا ما يكونش مثلا حد صاحبي في الشغل عنده مشكلة ولا حاجة. على فكرة أنت رجعت في أقوالك يا إبراهيم، وأنا كل حاجة مسجلة عندي عشان تبقى عارف. لا أنت في أول الكلام قلت مفيش فرق بين الراجل والست، ودلوقتي بتقول أنت يبقى عندك كل عارف عنها كل حاجة وهي مش تعرفش كل حاجة. لا طبعا برضو مش وصلت لك وجهة نظري. ها في فرق ما بين إن أنا أعرف الباسورد بتاعها، الاشياء اللي هي فيها، وفي فرق لما تعرف الباسورد بتاعه وتتدخل في يعني في حاجات هي مالهاش فيها. ليه مالهاش فيها؟ ما هو انا ليه مالهاش فيها؟ وليه انت يبقى ليك في كل حاجه عندها وهي مالهاش في كل حاجه عندك؟ هي دي فكره. زي ما ليك في حاجتها هي كمان ليها في حاجتك. طبعا ماشي، انا ما عنديش مشكله معايا مثلا ما يبقاش في مشكله عند واحد صاحبه مثلا بيدي رساله يقول لي مثلا ما تعرفش حد ان انا عامل مشكله ومش عارف ايه، واحب ان ما هو ايهاب، استاذ ايهاب هنا قال نفس الكلام، هو ده ممكن يكون موجود عندها هي كمان على فكره، جايز تكون واحده صاحبتها بعت لها مشكله ومش عايزه ان هي كمان تعرف عنها حاجه، لان الموضوع مش خاص بيها. انا معاكي مفيش مشكله. نقطتك وصلت، ميرسي يا ابراهيم. ناخد ايه. الو ايه. الو ايوه مساء الخير. مساء النور يا ايه، اتفضلي.
لو سمحت لو كان في فعلا مشكله جامده قوي حكايه الباسورد والكلام ده، لان في كتير قوي من الازواج ساعات بيشكوا في مراتاتهم او السيدات بيشكوا في ازواجهم او كده، لكن لا فعلا لازم يكون في خصوصيه بين الراجل والست. يعني في فعلا زي ما حضرتك بتقولي في امهات عايزه تشكي مشكله خاصه لبنتها او 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 اي حاجه زميلتها، ما ينفعش زوجها يتطلع على اسرارها او اسرار زميلتها، لكن في مشاكل كتير قوي. انت متجوزه؟ انا متجوزه. طب بتحلي الموضوع ده ازاي بينك وبين جوزك؟ انا منعا للمشاكل ومنعا للحاجات دي، انا اديت له الباسورد بس، بقى بعد كل مكالمه بيني وبين والدتي مثلا او كده في مشاكل بتبقى خصوصيات مثلا مش حابه ان هو يعرفها. بتمسحي بقى؟ نعم. بتمسحي الرسائل؟ بمسح الشات كله يعني. ما برضاش. وساعات هو بيجي يسالني انت بتمسحي ليه؟ برضه يعني عايزه اقول له فيها مشاكل، يقول لي انت بتخبي عليا، انت مش عارفه ايه انت. طب هو مديكي الباسورد بتاعته ولا لا؟ هو مديهوني انا. وبيمسح برضه؟ بيقول لي انا هديهولك عادي طالما انا مديهولك انت كمان تديهوني، انا مش خبي عليكي حاجه. وهو بيمسح برضه الرسائل بتاعته؟ لا مش بيمسح، لانه عادي اغلبيه اصلا وقته بيبقى في الشغل، فعادي بينه كلام بينه وبين زمايله وكلام بينه وبين صحابه، مفيش خصوصيات يعني. تمام يا ايه، ميرسي على تليفونك. اوكي اتفضلي تعليق. هي ان انا اتدخل في خصوصيه الشخص او يديني الباسورد بتاعه او يديني باسورد التليفون بتاعه، ما بيوقفوش عن او السيده او الرجل يعني ما بيوقفوش عن اي حاجه هو عايز يعملها او هي عايزه تعملها. طبعا. انت بس بتصعب المهم عليه يعني. انا طبعا ما بتكلمش على الاستاذه ايه، لو هو في الشغل طول النهار ممكن عنده موبايل تاني، ممكن عنده أكاونت تاني باسم تاني بيتكلم، فهي دي مش قصة ان انا اعرف يعني. انا دايما هو انا برضو بس عشان بس نبقى واضحين، انا مش عايزة اختصر الموضوع في فكرة الباسورد والأكاونت بتاع، احنا بنتكلم في الخصوصية عموما يعني. مثلا هل مثلا من حق الست او من حق الرجل ان هو يخفي عن مراته مفردات مرتبه؟ هو ممكن يعتبر دي خصوصية مادام هو قايم ببيته بكل حاجه، فخلاص هي ملهاش انها تعرف كام، انا مكفيكي وخلاص، مكيش انك تعرفي كام. هل من حق الست مثلا ان هي تحوش وتدكم من ورا جوزها علشان وقت ازمه؟ ما دي برضه تطور من الخصوصيات يعني. هو الموضوع على فكره يا جماعه ملوش ده حقيقي مش شرط. اكتر حاجه فعلا ملفته في الخصوصيات هي واللي عامله مشاكل كتير قوي هو فعلا الباسورد في الخصوصيات، لكن انا معاك ان في جوانب كتير جدا في اسقاط الخصوصيات عن الناس بتكون سبب في مشكله. يعني انا ارى ان المراه مش المفروض تقول للرجل، وده الدين بيقول كده، ان هو لا يطلع على ذمتها الماليه، ده جزء من الدين يعني، فهماني؟ بمعنى ان هي ممكن تكون بتاخد مرتبها كله وتديه لامها، ده حقها الشرعي، حقها طبيعي، حقها عرفا. انا بشتغل وبتعب، ممكن ادي كل فلوسي لاخويا لامي، ممكن احوشه المستقبل لبكره. اوكي؟ لكن تخيلي ان العكس مش مسموح بيه قوي، بمعنى ان انا طبعا هو من مفيش قاعده بتفرضها على الرجل ان هو يقول، بس من يعني من الايه؟ من اقامه حياه اسريه سليمه هو ان انا ومراتي نكون في معرفه بين حياتنا، احنا بيخش لنا كام وبيخش لناش كام، عشان تقف معايا في الاوقات اللي انا اكون فيها تعبان. انا النهارده مرتبي 10,000 جنيه مثلا، كيف هي اتعايشت مع المرتب ده من غير ما اقول لها؟ طب افرضي بكره المرتب بقى 1000 جنيه فانا شغلي وقع شويه، ساعتها هضطر اروح اقول لها؟ يعني انا ما كنتش قايل لها لما كان 10 فالنهارده مرتبي وقع، بقيت قليت، شغلي قل، هطلب منها على طول ايه؟ من فضلك انا دخلي كان 10 وقل بقى 1000 جنيه فاقفي معايا. انت جاي تقول لها النهارده ليه؟ عشان انت تعبت؟ لا، يبقى كنت قلت من البدايه وانتوا الاثنين على الطاوله كده مع بعض تقول ان احنا داخلين كذا، هنجيب مدارس الاولاد بكذا وهنجيب كذا وانت هتاخد كذا وانا هاخد كذا. انا ارى ده يعني. هو ده برضه تفكير مثالي برضه بعيد شويه عن الشرقيه بتاعتنا، لان الرجل الشرقي مش كده، الرجل الشرقي مش عايز، لان هو اتزرع جواه ان الست بتصرف وبتاخد فلوسك وبتدكنها زي ما كنا بنقول، ولو عرفت معاك كام هتصرف لك كل فلوسك. ونفس الحكايه على فكره زي ما كنا بنقول الباسورد والحاجات دي برضه في الفلوس، ما هو ممكن يقول لك اي مبلغ، لان يعني بره التاكسس بتوريكي كل حاجه، لو انت عايزه تعرفي مش لازم تسالي، لكن هنا انت ما بتبقيش عارفه، ممكن يقول لك انا باخد 5,000 وهو بياخد 10 مثلا. فيعني اي حاجه تقدري تكذبي بيها فيها. فاحنا عايزين ان احنا نحط مبدا بس انت مع اني فيهم يعني. انا قلت لا انا مع حضرتك، الكلام اللي قلته ده لازم يحصل. بس هو برضه لا انا اقصد في ان انا فرقت، اصل انا قلت راي شاذ عن العرف، بمعنى ايه؟ ان انا بقول ان الست دي كل حقوق مطلقه، انها تخبي ودي كل الحقوق المطلقه، انها تعرف عن جوزها. هنا 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 مختلف عن مفهوم انت مع ده، شايفه كده ان انا اللي ربنا يقول عليه لو عايزين نستخدمه ونعمله ممتاز، ولكن انا شايفه ان انا كامراه لو انا عايزه مساواه واطالب بحقي ولازم تقول لي معاك كام،
مش غلط ان انا كمان بس يعرفني عنده كام وعنده ايه لو انا عايز اعرف. طب خليني اسالك سؤال اخر، هل من حق الست مثلا ان هي تعمل عمليه تجميل مثلا من غير ما تقول لجوزها؟ مش عمليه جراحيه يعني، شويه بوتوكس على حبه فيلر على مش عارفه ايه من غير ما تقول هو مبدئيا هل دي هل ده يعتبر خصوصيه؟ هو مبدئيا هيعرف لو هما قاعدين مع بعض فلازم لا ده هو بالذات مش هيعرف لان كان هو ما بيبصلهاش اصلا. لا الحاجات دي عموما بقت بتبان والرجاله بقوا فاهمين قوي. ولكن هل هي من حقها؟ لا انا 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 بقترح وانا رايي ان الست بقى لازم تبقى قويه. put your feet down، حط رجلك في الارض وقولي له انا عايز اعمل كذا. لو امكانياتكم تسمح بده فده حريه شخصيه. ايهاب انت شايف ايه؟ انا عايز اقول لك ان انا عندي في موضوع الخصوصيه ده كان عندي حاله كانت غريبه جدا. ان كانت بنوته كانت خلاص خلفوا ثلاث ولاد مش عايزين يخلفوا تاني يعني، وجالها مشكله في الرحم وقررت ان هي تشيل الرحم كده. طبعا كانت تشيل معاها كمان اجزاء دم بيض وحاجات دي وكده، فده بيأثر على العلاقه الجسديه. فانا قعدت مع الدكتور كلمته اللي عملها العمليه، قلت له الراجل هيعاني من العلاقه بعد كده. قال لي ان سيكولوجيا، مش عارف الدكتور ممكن تقول رايها في الموضوع ده، ان هو نفسيا لو عارف هيتأثر بشكل سلبي، لكن لو ما عرفش مش هيتأثر بشكل سلبي، مش هيحزن في مشكله. والدكتور كان شرط عليها ان لازم جوزها يوقع على اقرار بالموافقه على انها تشيل رحم. فانا ترجيته ان احنا ما نقولش، وفعلا عملت العمليه وشالت الرحم. لحد النهارده يمكن بقى لهم سنتين تقريبا ما يعرفش، والحياه مستويه بينهم جدا. ناس كتير اعترضت عليا وقالت لي ان انت عملته ده غلط جدا جدا جدا. دي ريسك كمان قويه جدا. اقول لك حاجه اخطر منها، انا عندي امراه عندها 45 سنه اوكي، وحصل لها قطع للطمس اوكي، وكان جوزها هو راجل جذاب جدا وهو بيحس بان هو شاب صغير جدا. فنصحتها وقلت لها برضه ده من الاراء الشاذه اللي انا بتهم بيها، بس اقول لك الى اي مدى جابت نتيجه ايجابيه. ان هو قال لها انا قلت لها خدي فتره البيريد عادي جدا، اعملي نفسك عندك بيريد عادي جدا وتعاملي وارجعي له تاني. دي هتعمل نوع من السسبنس بالعلاقه تاني وهتخليه يحس ان انت ما زلتي صغيره زيه. عايز اقول لك ان ده مأثر بشكل ايجابي جدا في علاقتهم ببعض. ينفع يعني؟ ما قلتلهاش، لا قلت لها ما تقوليش خالص. تمام الدكتوره براءة كلام طبعا انا عارف انه عجيب، بس عايز اقول لك نتائجه والله صدقيني. لا انا معاك في نتائجه، ولكن انا بالنسبه لي طيب لما يبقى في مشكله ثانيه ومشكله ثالثه هفضل اخبي وهفضل الوي دراع الحقيقه عشان ارضيه؟ ما هو انا لازم كمان احس ان انا مرتبطه بشخص راجل بقى قوي، ان انا اقول له في كذا ويلا نعالج الموضوع مع بعض. انا مش يعني مش مرتبطه بعيل، لا اصل انا لسه باعيه، لا اصل انا لا يا راجل تقدر تستحمل اللي انا هقوله وتكمل معايا. هي فكره المشاركه بالظبط، وبعدين دي مراحل عمريه الست هتعدي فيها تعدي فيها. اللي حضرتك عملته تخيلي ان فرق معاه نفسيا جدا، وكتير من الحالات بعد كده بقى يقتضوا بالفكره نفسها. انا شايفه ما زلت شايفه ان انا بس بالنسبه لها هي ايه الوضع؟ ان هي اكيد مش مبسوطه ان هي ضحكه عليه علشان يعني ومرت بالتجربه دي لوحدها خالص كده بدون مؤازره ومسانده لزوجها. مفيش اي تاثير سلبي على العلاقه نفسها. الدرجات دي ستات بتعمل اي حاجه عشان تحتفظ بالرجل في حياتها؟ السيدات بتعمل كتير لما بتحب حد، او عشان احنا في مجتمع بيطالبك انك تعملي كل اللي تقدري عليه عشان تحافظي على العلاقه. ممكن الستات تعمل كده. ليه ضحكت لما سالت السؤال ده؟ والله انا شايف ان احنا بنحب جدا يضحك علينا. انا دايما اقول ان انا الرجل يعني مفطور على حب الخداع، بمعنى ودايما بقولها الجمله دي اساسا، انا لا يمكن اعشق امراه مش كذابه، يعني لو هو ده شعرها الطبيعي وعينيها الطبيعيه همل منها اساسا، فمن لازم احيانا تكذب عليا. انت غير المالوف خالص على فكره. ليه كده؟ والله يا حنان انا بنقل لك. هل دي الحقيقه العاريه اللي ما حبيبوش يقولوها؟ انا بنقل لك، بصي انا بنقل لك واقع مجتمعي فعلا، هذا هو الرجل الشرقي. وعايز اقول لك ان معظم الرجاله في العالم، بس انا عشان انا دراستي كلها منصبه على الرجل الشرقي، انا بعمل موسوعه اسمها كتالوجس السيد، بعمل فيها كل صفات الرجل الشرقي وقد ايه بيحب ده وكده. هو مفطور على عشق الكذب، هو بدون حاجه اسمها الدوبامين في جسمه اللي بتنشطه وتخليه سسبنس كده، هو لا رجل. بدون تستوستيرون ياكل ذكورته ورجولته وقوامته، هو لا رجل صدقيني. فعلا الرجل الشرقي متربي على مشاكل كتير جدا جدا جدا. عشان كده بقول للست احيانا يكذبي، احيانا والله ساعات بخلي الست يعني بص فاكره افلام 70 سنين زمان، ما تقول لها خلي جوزك يشك فيك احيانا، لان هو حصل فطور بينهم. تخيلي لا 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 دي لعبه خطر قوي. عايز اقول لك حاجه، الراجل اللي على طول تجاهل مراته وما بقاش يلمسها وقعد معاها بالسنين، بقول لها الجاي احيانا لحاجه زي كده، حاسين انك انت مرغوبه. لا نرجع للموضوع ده، ناخد الاول تليفون من ابراهيم ونرجع نشوف ده اسمه كيد. ده خطر جدا ده. الو مساء النور يا ابراهيم، اتفضل. مساء الخير يا فندم، ممكن اسالك؟ اتفضل يا فندم. راي حضرتك على الهوا، راي حضرتك ايه في موضوع الخصوصيه بين الازواج؟ صح ان يكون في خصوصيه ولا المفروض الحياه بينهم تكون سداح مداح زي ما بنقول؟
والله بص حضرتك، هو الحياه مش موضوع سلاح مريح ولا حاجه. الو ايوه مع حضرتك، اتفضل. حضرتك هو الموضوع بس اهم حاجه فيه تبقى الثقه ما بين الزوجين. هي موضوع ثقه وحب بس متبادل ما بين الزوجين. الموضوع مش موضوع باسورد. انا يعني ايه اللي عندي على التليفون هخبيه امراتي لو انا مثلا؟ الموضوع عادي يعني، ما فيهوش اي مشكله خالص. جايزه حالتك انت كده، لكن في ناس تانية بتبقى عندها بلاوي يعني. انا ما ينفعش برضو. تمام انا فاهم ان في كده وفي كده، بس ما ينفعش برضو الاستاذ كان بيتكلم من شويه، انا برضو بتحفظ على الرجل الشرقي وان احنا نعمم كل الكلام دوت على كل الناس. لو حد بيتكلم عن نفسه او يتكلم عن تجارب هو شافها قدامه. لا استاذ ايهاب بيتكلم من واقع تجربته، في ان هو عنده هو حضرتك يعني مش هو عنده جلد موسوعه وعنده حالات بتجيله وبيتعامل معاها، فهو عنده نماذج كتير. الحالات اللي عندها مشاكل بس مش كل الناس بتروح يعني، الحالات بس اللي عندها مشاكل هو اللي بيشوفها. في ناس ثانيه كتير. ما بنعممش طبعا يا استاذ ابراهيم، احنا ما بنعممش، احنا بنتكلم عن نماذج موجوده، والنماذج دي موجوده وكتيره، فاحنا بالتالي بنتكلم عنها عشان هي موجوده. اتفضل. هو استاذ ايهاب هيكلمك. بقول لحضرتك تقدر تنكر ان يعني ان احنا يبدو انا كراجل شرقي بمثل هنا الرجل في الـ في الـ في الـ في القاعه ديت، يعني بقول لك ان انا احيانا بفرض ديكتاتوريتي على مراتي واقول لها احيانا هاتي الباسورد وارفض انا ده. تقدر تنكر ان معظم الرجاله الشرقيين كده؟ مش هنقول ان كلهم لان احنا طبعا ضد فكره التعميم تماما، يعني تقدر تنكر معايا ان معظم الرجاله كده؟ معظم الرجاله ما بتحبش ان الباسورد بتاعها يكون مع مراتها يعني؟ لا يعني يبقى الديل كده، انا اخد باسورد بتاعي. هو بيجي بسبب الاسلوب، هو ممكن بالاسلوب بيج باند يعني، او ممكن تقول انا عايز الباسورد بتاع التليفون، هو بص حتى لو ما فيش حاجه اقول لها طب هتدي لي، تبدا المشكله من هنا. هو الموضوع ممكن يكون عدم تفاهم بس يعني. تمام، ميرسي يا ابراهيم، شكرا جدا على تليفونك. كل الرجاله بتلف وتدور، هو برضه عايز يوصل في الاخر للصيغه الاساسيه ان هو من حقه ياخد ويبقى يعني مطلع على خصوصيتها وبالتالي اسرارها، وهي في المقابل مش من حقها انها تطلع على خصوصيته ولا اسراره. بس ده جه سؤال مهم هو لفت نظري ليه الحقيقه. ليه الست عندنا لما بتطلب من الراجل الباسورد بتاعته او ان هي تطلع على خصوصيته بتتاخد محمل ان هي خايفه عليه وانها بتغير عليه، ان وانها حتى لو بتشك فيه فده مش عيب ان هي تشك فيه، مش عيب ان هي تشك فيه. وفي المقابل لو الراجل طلب كده ممكن الست تهد الدنيا وممكن تقول له انت يعني ايه اصلا تشك فيا؟ انت هل ترى هذا يا دكتور؟ هو ده بيحصل في الواقع. لان الست فعلا بتاخد ده على كرامتها، لان الست بتحس ان هي المضحيه اللي بتعمل كل حاجه على مدار اليوم، اللي يعني مقدمه نفسها ضحيه للعيله وده حقيقي. هي فعلا السيده في الشرق عموما بتعمل كل ده، وده حقيقي. الست حساسة أكتر لو اتطلب منها ده. أسبابه إيه؟ ده جذور يعني حسب تربيتنا. ما هو معنى أنك بتشك فيها يعني هي إنسانة مش كويسة يعني هنا. لأن الراجل إحنا منتظرين أنه هو لازم هيغلط ولازم هيخون ولازم نشك فيه، وزي ما حضرتك بتقولي اتزرع جوانا أن لا اهتمي بيه وغيري عليه وكل الحاجات دي، يعني معمولة بتتقدم بطريقة اللي هي لا ده حاجة حلوة. بس على فكرة هما الاثنين غلط. هو راجل بيحب يحس ان الست بتشك فيه وبتغير عليه؟ لا يعني طبعا شك خالص مرفوضه تماما، لكن تعالي نتكلم في الغير. هل الراجل يحب المراه تغير عليه؟ يحب ان هي تغير عليه غيره شفويه، يعني انت كنت فين؟ وحشني؟ طب مش عارف ايه؟ لكن هتغيري عليها غيره فعليه بقى وتراقبيني وتدوري وتبصي انا فين وكده وكده. ما بيحبش متابعه وحصار. متابعه وحصار؟ لا طبعا، لكن احيانا اتمنى ان انا اكون قاعد انا وبراءة فتقول لي انت ازاي كنت بتبص لها كده؟ اوكي؟ هي كانت بتبص لك، انت كنت اتمنى احس ان انا موجود في المعادله وان انا مهم بالنسبه لها. مش فارق معايا انا رايح النهارده خارج انا وفلانه، طب حبيبي ما تاخرش. لا مش عايز احس بده، يعني عايز بس ما تقوليش ما تخرجش معاها. عارفه الفكره؟ هي لو قالت لي ما تخرجش بتحصر عالمي وبتقيدني، لكن ممكن تكون متحفظه شويه يعني. طب متحفظه شويه ومش هاخد كلامها بعين الاعتبار، هعمل برضو اللي انا عايزه ولا اعبرها. حاجه غريبه جدا يعني. مش ممكن ديكتاتوريه الراجل الشرقي ده فظيع. طب احنا نزلنا المفروض تجيب الحلقه بعد كده اتنين ستات، ما فيش حل تاني. مفيش حل تاني اصلا. ما ينفعش. احنا نزلنا صورنا راي الناس، تعالوا نسمع راي الناس. ان الناس في الشارع ده على فكره بيورينا فعلا حقيقي هم بيبصوا الموضوع ازاي. تعالوا نشوف ونرجع نكمل كلامنا. عارفه الباسورد بتاع جوزك؟ هو ادهولي قبل كده بس انا نسيته يعني. بعتقد ان دي حاجه تخصه مش من حقي ان انا اتدخل فيه. معاكي الباسورد بتاع خطيبك؟ لا.
لا مش معايا. معاك الباسورد بتاع مراتك؟ اه معايا. لا طبعا هي عايزه تشاركني كل حاجه فقالت لي الباسورد بتاعها. مش عامل لها فيس عشان ما يبقاش عندها باسورد. لا هو كان معايا بس بعد كده حصل مشاكل يعني فما بقاش حد معاه الباسورد بتاع التاني. اه سيبنا بعض بسببه بصراحه. اه معايا الباسورد بتاع صاحبي. انت اللي طلبته؟ لا هي اللي ادتوني من نفسها. معايا. معاكي؟ طبعا. في فكره الخصوصيه ان كل واحد يبقى ليه اسراره؟ اه ممكن. اه يعني احترم خصوصياته طالما هو ليه حياته وانا ليا حياتي. لا مش بفتش بصراحه ورا. طالما الواحده عندها ثقه في زوجها عمرها او ثقه في نفسها عمرها ما تخاف من اي حاجه بتعملها. ما نفتش بقى عشان ما نشوفش حاجات تزعلنا ونتضايق وبتاع. فخلي كل حاجه مكتومه كده احسن تبقى الحاجات دي احسن. بامن بفكره الخصوصيه يعني بس مش لدرجه ان انا افتش. احنا ممكن يبقى في ما بيننا فضول بس انت بتكلم مين انا بكلم مين كده. بتعترف بفكره الخصوصيه ولا لا؟ اه اكيد بعترف بفكره الخصوصيه. مش مع الفكره اللي هو ياخد الباسورد خالص لان هي حاجه خصوصيه تبعها ايه. بعترف ان لازم يبقى في خصوصيه ان اه يعني هو عشان انا واثقه فيه وهو واثق فيا فانا اكيد مش هعمل حاجه من وراه عشان هو يبقى لازم مع الباسورد بتاعي او انا معايا الباسورد بتاعه فخلاص يعني. خصوصيه ليه؟ ما احنا اصلا عايشين مع بعض وكتاب مفتوح ليه يبقى في خصوصيه؟ لازم اعرف كل حاجه عنه وليه ما اعرفش يعني. امال انا ايه لازمتي اصلا؟ لا طبعا المفروض هي اسرارها معايا مش مع حد. بتعملي ده بدافع الغيره والحب ولا الشك؟ لا ببقى خايفه عليه ببقى عايزه اطمن بيعمل حاجه غلط ولا لا. لا بدافع الحب والغيره. لا بدافع طبعا الحب والغيره يعني الاثنين طبعا. لا 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 اكيد دافع الحب. لا اكيد. لا لا ما كنتش واثق فيها ما كنتش هتجوزها اصلا. لا بدافع الشك. لا لا الحب طبعا. لا الحب والثقه طبعا. نرجع على تليفون محمد وبكان علق على التقرير. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ محمد. استاذ محمد من اسيوط. نشوف بقى راي رجاله الصعيد ايه. اسيوط بيروت يا فندم. بيروت. ايوه اهلا وسهلا اتفضل. راي حضرتك ايه في عندكم في الصعيد في خصوصيه ما بين الزوجين ولا ما فيش الكلام ده؟ الخصوصيه تكون هو اساس مبني الزواج على الحب. ايوه الحب مبني انها تكون صديقته والصديق مع الصديق ما بيكونش ما بينهم الاثنين خصوصيه. يعني حضرتك من حقك تعرف كل حاجه عن زوجتك مظبوط؟ طبعا. وهي من حقها طبعاً تعرف كل حاجه عن حضرتك؟ هي مملكتي. هي مملكه. انا قلت من زمان نروح الصعيد. انا كل مره بيجي لي التليفونات من رجاله الصعيد يا جماعه بقول لازم ننزل على هناك على طول لان بص الكلام. انا هي مملكه الملكه بتاعتي وكل خصوصيات بعيد عنها يعني. هل ده بدافع يعني ان حضرتك الراعي ليها او القائم على شؤونها ولا بدافع الغيره والشك؟ لا ده بدافع الحب. الحب والصحبه والصديق والحبيبه والام والاخت وكل حاجه ليا في الدنيا. فما فيش خصوصيات ليا تتمنى عنها وما فيش خصوصيات عندها تخشها عني. تمام ميرسي جدا التليفون حضرتك ومشاركتك معانا متشكره قوي. بصي بصي الصعيد رجاله الصعيد يعني عارفه. ولسه ولد لطيف جدا من شويه بيقول لها ايه خدتي بالك الجمله؟ انا لما مش هعمل لها فيسبوك. قال لها انا مش هعمل لها فيسبوك. اتفضلي. ما هو ده بصي انا بالنسبه لي ده مؤشر ان يعني لو ده حقيقي لما حد بيتكلم بيقول كده ده معناه ان ده راجل وهو ده اللي انا بقول للبنات دوري على راجل راجل حقيقي مش خايف زي ما الاستاذ بيقول واتمنى انه يكون حقيقي وبينفذه. هي مملكه هي الملكه وعندهم مملكه وكل الحاجات دي. الراجل ما بيتهزش ما بيخافش ما بيقلقش لان ما فيش حاجه هتحصل تخوفه والست كمان مش لازم بيحصل حاجه تخوفها يعني. انا دايما بقول لاي بس بقوله على المستوى الشخصي مش في العياده لان في العياده الموضوع مختلف. لو هو كده ما يستاهلش انك تكملي معاه مع السلامه. خلاص خلصت. طب لا ده موضوع اخطر. اصل انا اللي فات نظري هو الراجل مش بيقول مثلا ايه ده ناخد الباسورد بتاعها. لا ده هو تخطى ده. قال لك ما تعملش الحاجة. اصلا فيسبوك. لا يا ريت ما تعملش دي مرحله ثانيه. مش هعملها. مش هعملها لها. خد بالك يعني انا عايز الباسورد ولا انا بتكلم عنها ما تعملش. انا بتكلم على مستوى ثالث من العبوديه اسمه ايه؟ انا مش هعمل لها فيسبوك اصلا. تخيلي يعني هو اذا هو المسؤول عن ان هو يعمل لها فيسبوك. تخيلي
هو عايز جري. طب بس انا شايفه برضو ان الستات كتير بيتكلموا، لو تاخدوا بالكم ان انا ليه اجري ورا الحاجه واعرف الحاجه، خليها مستخبيه يعني، اللي انا مش عارفاه مش هيأذيني. ايه رايك في النظريه دي؟ بصي انا ضد النظريه دي، انا لا اجري ولا ما اجريش، انا عايش حياتي عادي. دايما هي دايما بيقول لك الخيانه هي بتبقى عرض لمشاكل تانية، يا اما مشكله عند الشخص لو هو بيخون، طبعا مشكله عند الشخص، مشكله ثقه، يا اما مشاكل في العلاقه نفسها. ولكن لو العلاقه ماشيه كويسه واحنا مبسوطين وكل حاجه كويسه، ما ينفعش انا اقعد اجري ورا معلومات، لان زي ما قلت لحضرتك هو يقدر يعمل كل اللي هو عايزه، وممكن ما اعرفش مدى حياتي. في ناس يعني حتى بره بيقول لك بعد 25 سنه اقول له ان انا خنته من 25 سنه ولا لا، فيعني ممكن ما تقوليش وممكن الشخص ما يعرفش. انك تدوري او ما تدوريش، انا ضد الحاجات دي، لو المعلومه جات لي اختار افضل او امشي، بس هو هاب. ده انا عايز اقول لك ان انا بنصح دايما اقول لهم ما تدوروش، يعني حتى عندنا قاعده بتقول يا ايها الذين امنوا لا تسال عن شيء ان تبدى لكم تسؤكم، فانتم من فضلكم ما تدوروش. ما تدوروش ان انا احيانا ست تيجي تقول لي انا جوزي بحس ان انا في علاقات، اقول لها لا خليه لما ربنا يحدث لك الحاجه لحد عندك يبقى ربنا قدر انك تعرفيها، ابتدي تتحركي من بعديها وقولي هكمل ازاي معاه، لكن تدوري شك فيه وتمشي وراه وتعرفيه واسال اصحابه وادور على الباسورد وتعمل له اكونت. على فكره نص ستات مصر دلوقتي بتعمل ايه؟ تعمل اكونت مضروب. اصلا انا مراتي عامله 4 اكونت مضروبين كلهم بتخش لي كل يوم. كل يوم بالليل بقى بتقعد معايا تكلمني وحشتني تقول لو حشيني تسمي كده تقول لي منى، ونبتدي بقى انا وهي نحب بعض يعني. فانا بقى ان انا عارف، بس انا بكسر الملل عشان انا وهي يعني. والله دي حاجه لطيفه جدا على فكره. الموضوع تحفه. الستات كلها دلوقتي بقت قاعده ان انا عايز اكشف جوزي او خطيبي، اخش اعمل اكونت مضروب اصلا واشوفه. وعايز اقول لك حاجه، مفيش راجل ما وقعش يعني، احنا بنتكلم مفيش اكسبشن يعني، هم كلهم يقولوا لي بنات مثلا الرجاله كلها نجمها خفيف عشان تبقى فاهم. ده حقيقه. بس والله بس مش عايزين نشيطن الرجاله، بنرفع عنهم يا جماعه، مش عايزين نشيطن الرجاله يعني. تاني ارجع اقول لك، في رجاله محترمه، في رجاله كويسه، في رجاله مش ما بتشوفش غير الشخص اللي هي بتحبه وبس، راجل حقيقي عارفه يعني. في حالات كتيرة وكل حاجة. انا ما تهيأليش الصراحة، انا بشوف ان الراجل برضو انه هيبقى مبسوط بالاهتمام بتاع واحدة تانية، ممكن ما يعملش حاجة بس يعني. طيب ما هي دي انا اخد الحاجة دي، ما هو لو حصل كده اخدها يعني. انا شوية برضو يبقى عندي شوية وعي. طيب هو حابب الاهتمام، مش مثالية. انت شايف يا ايهاب ان الراجل عمره في اي راجل مهما كان كويس وبيحب مراته مش هيبص بره حتى لو ما عملش حاجه يعني؟ ما يبصش، ده وارد او مش وارد يعني، ان هو يكون محترم او مش محترم ده وارد اوكي، لكن ان يتعرض عليه التجربه ويرفض انا مش شايف ان ما حد ان في راجل بيرفض اساسا اوكي. عندنا انبياء عرض عليهم الفتنه وكادوا يسقطوا، انبياء مش بطل. كادوا ولم يسقطوا بفضل ربنا بتوبيه يعني، فاهم. لكن الفكره مش بدعم اله، فاهم الفكره؟ لولا ان راى برهان ربه. حلو ماشي. لكن في الفكره ان بقول لاي ست في الدنيا، انت هتقولي لي ان انا هدخل من اكونت مضروب وصاحب جوزي انا احط صوره واحده حلوه جدا جدا واخش اكلم جوزك محترم هيقع، خلي بالك. ولو حصل ده للست بقى؟ لا خدوا بالكم بقى، انتوا الفتنه. أيوة. الفتنه عندكم اقل كتير جدا. ليه؟ زي ما قلت لك قبل كده ان احنا كائنات بصر يعني، يعني في النص عندنا ايه؟ ما تركت على رجال امتي فتنه اشد من النساء. طب ما هو ممكن 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 يدخل لها ويعمل لها غسيل يعني يدخل لها بقى يعني. هو جوزها على فكره هو عارف هي بتحب ايه، هيتكلم بقى معاها ويقول لها هي بتحب ايه، فتحس نفسها مشدوده للشخص، ممكن تكون مش بصريا ولكنه عقليا. طيب يبقى ايه بقى؟ عشان الراجل يقتحم عقل المراه محتاج وقت زمني، اللي هو زي ما انت قلتي كده الاستحواذ على العقل والاذن، يعني لازم هي تفتح المساحه وتخش. لكن عشان امراه تستحوذ على رجل محتاجه تحط صورتها بس. لازم تفتح بصري. المساحه هتبقى هنا بصري. المشكله بالنسبه للرجل ان هي فتحت المساحه. يوقف قد ايه الراجل في واحده في لحظه؟ طب كيف تثار الغريزه عند الرجل دكتور عارفه في ثانيه؟ كيف تثار الغريزه عند المراه في حوالي 7 دقائق؟ اوكي؟ يعني اذا الراجل عشان يتحول من شخص ساكن وداكن لرجل مثار جدا جدا محتاج لحظه واحده بس، امراه تعمل حركه معينه او تحط مشهد معين فينهار ويتحول لكائن غريزي جدا. المراه عشان تتحول لده بتحتاج 7 دقائق اتليست عشان تحس بالاثاره ناحيه رجل. ايه بقى 7 دقائق اللي سمح؟ هي يبقى اذا هي لازم بارادتها الحره تسمح له ان هو يقتحم حياتها لمده 7 دقائق عشان يعني يحرك. انت عايز تفهمني ان الرجل يا حرام ضحيه بصره؟ طبعا ضحيه بصره. شفتي ازاي احنا وصلنا للمرحله دي ان الست هي اللي هتفتح المجال، انما الرجل يا عيني مغرغر بيه وضحيه بصره. نعم. مش كده؟ للاسف. دي المعادله اللي انتوا عايزين الستات تقبلها، مظبوط؟ والله مش تقبلها، بس هي اقصد ان هي يعني اغفروا له شيء من اخطائه، مش كل اخطائه طبعا. الراجل اللي كل يوم علاقات و و و ده طبعا راجل منتبس جدا، قلنا يا جماعه من فضلكم تخلصوا منه ما فيهوش امل. لكن الراجل اللي احيانا يقع
بلتمس له شوق من العذر، بقول لها من فضلك عيدي حساباتك تاني واهتمي بيه ورجعيه و و و، بقول عنده شيء من الاعذار ده، بقول لك ان هو واقع اوريدي فتنه. تخيلي كميه البشر اللي حوالينا، انا بخرج من بيتي كميه الكائنات الملونه والمترونقه واكيد بقى اكيد بقى اكيد بنهار يعني. بيضحوا 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 صح يا دكتوره براءه، بيضحوا بيضحوا جامد، معرضين يعني لضغوط نفسيه كتير، هل هو من شغل ولا من ستات حلوه ولا من ستات بتجي، هل هو منين ولا منين؟ مش عايزه ترد بس هتقول ايه صعب. لا بصي ما اقدرش اقول ان طبعا في علم النفس اكيد هو الرجل بيحب بعينه، بس برضو قالوا لك السيده ايضا بتحب بعينها برضو، وفي حاجات معينه بتجذبها للرجل، وان في خلال يعني 90 ثانيه لثلاث دقائق بتقرري انا عايزه الشخص وبحبه ولا لا. وفعلا زي ما حضرتك قلت الست علشان تحس حاجات معينه هي يعني الافرج بتاعها 20 دقيقه، ممكن تنزلي لسبع دقائق تطلعي، بس هي يعني الافرج بتاعها 20 دقيقه وكل ده. ولكن انا اقول ان الراجل ماشي النحله من زهره لزهره، وان السيده هي الزهره الثابته في مكانها، لا السيده برضو على فكره لما يعني لما بتتوجع قد تفتح الباب لرجل اخر، ولكن هي عارفه حدودها، لان السيده دائما بتميل للشخص الواحد. هي طبيعتنا احنا بنحب شخص واحد بس، ده حقيقي. والرجل بيميل لاكتر ان هو يبقى ميال لاكتر من امراه، بس مش كل رجال يعني عينيها كده قاعده. لا طب هل استمرار العلاقه وطول المده بيعمل احساس بالامان، وبالتالي فكره الخصوصيه بتدوب ساعتها في طول فتره العشره؟ ما هو ده الخطا، ان احنا مع الوقت بنبتدي نفتح لنفسنا مساحات هي مش متفقين عليها. انا عايز اقول ان انا مع اول يوم جواز انا بعمل انا ومراتي دستور بنعيش عليه مدى الحياه، مش متغير، هو مش هيتغير حتى مهما عدى الزمن، لان لو عدى الزمن والدستور ده اتغير، انت النهارده دخلت بقيت رجل اربعينياتي، فانت النهارده افتح لي بقى مساحه الحياه، بقينا خدنا على بعض وبقينا مفيش خصوصيات بينا، سقطت هنا وقعنا في الفخ، لان اوريدي كان القاعده الكبيره احنا عايشين عليها دلوقتي ان احنا في خصوصيات. وزي ما في بنت اللي قالت لحضرتك على خصوصيات، بتقول لك انا قلت له على الباسورد، بس انا ساعات بدخل امسح. هنا وصلت لايه؟ لانها فتحت المساحه اللي بينها وبينه، اضطرت انها تعمل حاجه تاكلها للشك، فيبتدي يسالها يقول لها طب انت مسحتي ليه؟ حلو، طب احنا ما كناش خدنا من البدايه الباسورد بقى، كناش فتحنا الباب. فتحك للباب النهارده خلاك النهارده بقيت تعملي حاجات تبدو غلط وتشكك فيك الاخر. اوكي، هي المساحه من كده. من فضلكم مهما اتطور العمر ما بندوبش المسافات بيننا، وبندننا كل واحد فينا ليه العالم الخاص بتاعه، ما تدخلوش. مش لازم يعني هم محتاجين حاجة. بس برضو الرجل والمراه محتاجين يفهموا هم عايزين ايه الاول، يعني انا افهم انا عايزه ايه وهو يفهم هو عايز ايه، ونحط الاسس دي، يعني عارفه افهم قصدي. والست تبقى اقوى شويه، اديني الباسورد، لا مفيش باسورد، دي حاجه خاصه بيا انا، مش موضوع شك. هتطلق، هنرجع نقول فكره انت لو عايز تعمل حاجه فانت بتصعب المهمه فقط على الاخر، يعني خلاص اتفضل خد الباسورد بتاعي، وانا لو عايز اعمل حاجه هعملها بره، سهله يعني الموضوع مش معقد. دي الحاجه احنا اتكلمنا فيها في اول الحلقه ما وصلناش فيها لحاجه، الفرق ما بين الاسرار والخصوصيه، وايه هي الحاجات اللي مش المفروض ان الزوج ابدا يعرفها عن زوجته، والعكس صحيح، الاشياء اللي ان الزوج من حقه تماما انه يحتفظ بيها لنفسه وزوجته ما تعرفش حاجه عنها. عارفة بالإنجليزي في جملة اللي هو حتى في الأفلام بيستخدموها كتير، بيقول لك you want the truth you can't handle the truth، أنت عايز الحقيقة أنت مش قد الحقيقة. فهي يعني بتعتمد، عشان كده اختاري راجل. هو أنا من أنصار أن مفيش حاجة اسمها أديله كل حياتي وأسراري وتفاصيلها، ولكن بديله خطوط عريضة وهو يتقبلني أو ما يتقبلنيش، مع السلامة. ومن الاول على فكره، بس ده انت بتتكلمي عن فيما سبق، لكن انا بتكلم اثناء العلاقه. لا ما هو اثناء العلاقه مفيش حاجه اسمها راجل اللي يدخل في حياتي غيره، لكن اثناء العلاقه مامتي بتقول لي حاجه عنه، او مامتي بتقول لي حاجه خاصه عن العيله، دي مش شغله، ده حاجه خاصه بيا انا وعيلتي، طالما مش حاجه ما بتضرش في علاقتنا انا وهو جوه البيت. صاحبتي بتقول لي حاجه عن جوزها، قريبتي بتقول، هو ماله؟ دي لا انت مش فاهمه، انا عايزه اوصل معاكي لحاجه، بس ناخد اول احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا احمد، اتفضل. ازيك يا استاذ حنان؟ اهلا وسهلا، ممكن اشارك معاكم؟ اتفضل. طيب انا مع فكره الخصوصيه جدا بين الراجل والست، يعني ايا كان العلاقه بينهم هي ايه، طالما هم في حياه بعض هم الاثنين. ايوه، يعني اكيد كل واحد ليه عالمه، في عالم كبير قوي بيجمعنا احنا الاثنين مع بعض، ده اللي بنشارك فيه مع بعض يعني.
بس اكيد خصوصيه من كل واحد له خصوصيته. تمام. يعني انت شايف انه ايه مفهوم الخصوصيه بالنسبه لك؟ اشرحه لي. يعني زي ما بتقولوا كده، يعني هو كل واحد ليه اصحابه وليه معارفه، في حاجات ممكن تزعل، في حاجات هي ممكن تفهمها غلط. ممكن مثلا واحد صعب يكون بتكلم معاه في مشكله. يعني انت من انصار انك تخبي لو انت شاكك ان هي هتفهم الحاجه غلط. اها. يعني هو الموضوع اذكى من كده، يعني هو مش فكره ان انا اخبي، على قد ما انا يعني اراعي مشاعرها معاها وهي عارفه ان انا ما بخبيش عليها حاجه مش سهله، مش هتفك قوي كده. وهي كمان من حقها انها تراعي مشاعرك، فممكن تخبي عليك؟ تخبي عليا حاجه لو في عالمها هي، لو هي عارفه ومتاكده ان الموضوع ده مش هيعمل لنا مشكله بعد كده، او ان انا كان لازم اعرف. يعني حاجه تخص صاحبتها مثلا، صاحبتها مثلا وحشه حاجه معاها، او بخيله عليها، او بتعمل او بتكلم ولاد مثلا ولا حاجه، بس هي صاحبتها اللي متربيه معاها، انا ماليش ان انا اعرف الكلام ده. بس ليه اعرف لو حسيت ان الموضوع هيعمل احنا مشاكل بعد كده؟ ليه حق ان انا اعرف؟ هي دخل الموضوع في عالمنا بقى انا وهي مع بعض يعني. تمام. اوكي، ميرسي قوي لتليفونك يا احمد، ميرسي. في رجاله بتختار صحاب مراتاتهم على فكره، وبتعتبر ان ده حق بالنسبه لهم. ما تعرفيش ده، ما هو ده تكمله السؤالين سالتيه لبراء، وقلت ان هي ممكن ما تكونش وصل لها الهدف من السؤال. انا اظن ان حنان تقصد ان تعالي ندي للناس روجيتا ونقول لهم ايه هي الحاجات اللي ما ينفعش تقولوها، عشان دي اوريدي هي اسرار مش من حقه انه يعرفها. انا اظن ان ممكن نطلع روجيتا. لا، تعالي نعمل كده. يعني بقول مثلا اقول لك زي ايه؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا حياتي قبلك. اوكي، اي راجل النهارده بيخطب واحده بيقول لها انا عايز اعرف تاريخك، انا هغفر لك كل حاجه. اوكي، وكتير الحالات ده بتجيلي، الاف الحالات دي كده يوميا. مثلا بيقعد معاها بمنتهى الادب كده ويكون لابس قناع غريب قوي، يقول لها على فكره انا بحكي لك، انا صاحبت واحده وانا صغير، احكي لي بقى وانا هغفر لك كل حصل. كان بينك وبين حد علاقات؟ فاكر الفيلم بتاع زمان يحيى شاهين لما كان قلوبنا العزيز لما كان بيبص من الجورنال؟ أيوة، فتح الجورنال. أيوة. وجات قالت له عايز واحده بلا تجارب، فاكر؟ أيوة. الفيلم ده القصه دي نفسها بيعيشها كل يوم شاب، ان هو بيخطب واحده ويبتدي يقول لها احكي لي عن تجاربك قبليه، فالبنت طبعا شايفه ان هو مثالي ويغفر لها وعايز باين ان هي صادقه، فتبتدي تحكي. هنا لا، هنا دي انا دي اول خصوصيه من فضلك، عالمك قبليه هو عالم خاص، مهما كانت مصايبك عالم خاص بيه. اوكي، هو سر، هو ربنا سترك اوريدي خلاص، هو ما يعرفش، فهو ذنبه ستره الله عليه بالليل. هي ابشع ذنوبنا ان احنا نقول حاجه احنا ربنا سترها ونقول لحد، دي ابشع ذنوب على الاطلاق في البشر بعد الشرك يعني. طيب، اذا اول سر واول خصوصيه للمراه والرجل هو عالمي الخاص قبليكي. تمام. انا شايف ان ده السر الثاني، هو حياه اهلي. وده كتير جدا بشوف بنت النهارده تيجي تتكلم متجوزه ويقول لا هو انت فاكره نفسك انا معيشك في، طب بصي جوز اختك اللي كل يوم يشتمها ويضربها، طب بصي امك اللي كل يوم تتضرب وتتشتم، فهماني؟ طب بصي ابوكي ما بيصرفش على بيتكم، وانت مين اللي قال الكلام ده؟ انت هي اللي قالت لجوزها. هنا هنا هي هنا هتكت ستر بيتها، البنت اللي تقول لجوزها ان صاحبتي ده، صاحبتي دي كل يوم جوزها يخونها، فلما يجي يتكلم معاها عشان تعرفي ان انا مثالي قد ايه، شايف نفسه بقى ده صاحبتي جوزها بيديها مرتب بالعافيه، ده ما بيخليهاش تخرج، فيبتدي يشوف نفسه ان هو حد حاجه رائعه، فيبتدي في اول خلاف يبتدي يعيرها بتاع. فبقول لها من فضلك حياتي الاخر، اذا بصي انا بعمل ايه؟ ان انا دلوقتي ممكن نطلع روجيتا فعلا للمحظورات، حياتك للمحظورات وحياتك انت كمان قبلها، واسر الاهل، اسر الاهل واسر الاصدقاء والاصدقاء. دي انا شايف ان الثلاثه دول اساسا حاجات مهمه جدا جدا جدا، هي معرفتها بتسيء للعلاقه، برغم ان هي تبدو صراحه وصدق. يعني الست اللي بتنام في حضن جوزها بالليل دي تقعد تقول له يا امبارح جوز اختي ضربها وهانها وبتاع، وربنا يبارك لك يبارك لي فيك، ده انت خطا تماما، انت دخلتي في سر اختك ليه وجوزها؟ ده بيت مغلق، ما تقوليش مهما حكيت لك صاحبتي جوزها خانها وبتاع، شفت بتموت النهارده وكل يوم تجري وراها في الشوارع، انت غبيه. طب انت ما رديتش على السؤال انا كنت سالته البراء بتاع هل الست من حقها ان هي تحسن في شكلها بعيد عن موافقه الزوج؟ ما هي بقى انا ما بقول لك انا رايي شاذ في النقطه دي. اوكي، انا شايف ان كل حاجه في الدنيا اعمليها غير ما هو يعرف خاص بمكياجك. انا بقول ان في، متاسف اللفظ يعني، السويت لو عملتيه قدام الراجل بيقرف. اوكي، لكن يحب النتائج جدا، يعشق جدا فكره ان انا الاقي امراه ناعمه، لكن لو انا شفت الخطوات هرجع هقرف. فده هذا انا الرجل بمثل الرجل، وبقول لك شريحه معظم الرجاله، من فضلك اعملي كل حاجه تخليكي مترونقه، لا تقولي لي ولا تعرفي، اعملي كل ده، اعملي كل كما شئتي اساسا. ناخد هشام طيب ونرجع نكمل معاك يا براء. الو، مساء الخير. مساء النور يا هشام، اهلا وسهلا. انا متابع الحلقه من الاول وزعلان.
ليه؟ مفيش حاجة اسمها راجل يتنقل بين زهرة وزهرة والكلام اللي الأستاذ قاله، ومفيش كده خالص. الراجل المحترم عارف هو بيعمل إيه كويس، ولا يستجيب لأي إغراء ولا الكلام ده، مفيش راجل كده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مفيش حاجة اسمها أخد الباسورد بتاع مراتي وأشوفها هي بتقول إيه ومتقولش إيه. هي هو أنا متجوز إنسانة ولا جايب عبدة؟ هي لا، افرضي هي بتكلم والدتها في موضوع معين، موضوع مادي، ولا بتكلم أختها، ولا بتكلم واحدة صاحبتها، إزاي أنا أتدخل في الخصوصيات بتاعتهم؟ يا جماعة ده كل إنسان كائن مستقل بذاته. في كده؟ مفيش كده خالص. رجعتونا سنة 1115 ولا إيه؟ الإنسانة محترمة بكيانها. طب احنا معاك يا عم، تزعل ليه؟ الله يفتح عليك يا هشام، والله احنا عايزين انا وبراء وحنان معاك، احنا عايزين كل الرجالة كده يلغوا بالدماغ دي. يا سلام، احنا معاك. ناخد آية بقى معانا، آخر تليفون. ألو، أيوه أيوه يا آية، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، اتفضلي. هو حضرته بيقول ان الواحده يعني لما تكون كويسه في منظرها ولازم تبقى ناعمه. طيب لو الواحده كويسه وناعمه وبتظبط نفسها على طول وما بتلاقيش رد فعل كويس، ومثلا هو بقى يدخل على الفيس ويكلم ناس تانية وبنات كتير كل شهرين، يعني كل شهرين لتجربه يكلم ويرجع يقول انا اسف مش هعمل كده، وبعدين يرجع يكلم تاني وهكذا. طبعا انا عايز اسالك سؤال، بس استني، انت بتعرفي ازاي؟ انا سبحان الله قلبي بيحس كده، ممكن ادخل بالليل امسك الموبايل الاقيه بيكلم واحده، اكون خارجه معاه مش يعني. ابعد بتفتشي وراه بالصدفه. وانا كويسه جدا ومرتبه البيت وكويسه في نفسي وكل حاجه، بس هو بقى دايما ببص بره. ده موضوع تاني بقى غير موضوعنا دلوقتي، ايه ده نتكلم فيه بعدين، احنا وقتنا خلص للاسف. بس يعني خلصنا بروشيتا، كلام استاذ هشام كان خير ختام، انه ادانا في الاخر ان دي المفروض العلاقه تكون بهذا الشكل. ميرسي جدا لوجودكم معايا النهارده. كان عندك تعليق اخير يا براء لو تقولي؟ هسجل نقطه اعتراض. انا ضد الروشته دي تماما. انت ضدها؟ هي يعني تمشي لي اليوم بتاعي وحقنه مخدره تمشي لي حياتي، بس انا ضدها تماما. اتجوزي رجل مش ذكر، وانت اتجوز واحده سيده قد نفسها، ما اقعدش انا بقى. طب ربنا ما يقطع لكم عدد المختلفات في اخر الحلقه. انا كده اطمنت كده صنعها رجاله مخصوصه اصلا. ميرسي جدا لوجودكم معانا النهارده، نورتوني سيداتي انساتي. فاصل وهنرجع نستقبل معاكم جروب الرجال المخصص للطبيخ على الفيسبوك. جروب هناكل ايه للرجال فقط على الفيسبوك، كنا اتكلمنا عنه من فتره في الانترو بتاعتنا، بس ان الموضوع بيكبر والجروب بيكبر وناس كتير بتنضم ورجاله كتيره عماله تسحب من تحت رجلين البساط، فقلنا ما بديهاش نجيبهم بقى يقعدوا معانا ونشوف ايه الموضوع. منورني في الاستوديو الاستاذ مصطفى عاشور. انا لسه قلت حاجه تضحك الاستاذ. احنا ما سحبناش بساط من تحت رجل حد، مش هنعرف للاسف. طيب ماشي، ازيك؟ كتير وما بتخلصوش. ومنورني برضو استاذ علي الجمعه، مساء الخير. واخيرا استاذ محمد عامر. اهلا وسهلا، كله تمام؟ قولوا لي بقى فكره الجروب جت منين؟ ايوه اتفضل يا علي. طيب فكره الجروب جت من فكره ان في جروبات للستات كتير على الفيسبوك، بس طبعا عشان بيرغوا فيها كتير وبيقولوا حاجات ما ينفعش اي حد يشوفها، فممنوع دخول الرجاله فيها. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل جروب يكون للرجاله بس، عشان اللي بيبقى بعيد عن بيته، بيبقى مسافر او مغترب بره مصر، شغال في محافظه غير محافظته، طلبه الجامعات، فعملنا الجروب عشان يساعد الطلبه دي او الناس المغتربه دي، بدل ما يجيب اكل من الشارع وياكل بره وممكن ما يكونش صحي بشكل كبير، فيجرب ان هو يدخل المطبخ ويعمل اكل في البيت واحده واحده، يعني يتعلم حاجات. طب حاجات يعني. محمد قولي ليه ما بتدخلوش ستات؟ الفكره كلها كان الجروب كان بابليك اصلا في الاول، كان مفتوح لاي حد يخش له، بس الفكره كلها كان في النيم بتاعه للرجال بس. واحد من ضمن الشباب يعني كان بالنسبه له دخول المطبخ ده كان بعبع شويه، فدخل يا جدعان انا عملت انجاز، انا عملت سندوتش جبنه تمام، وحط ان هو فتح الفينو وحط الجبنه الرومي فيها بس. فدخلت بنات قعدوا يسفوا عليه، يعني تخيلوا واحد عمل كده وخدوا شوت سكرين وسفوا عليه بره على السوشيال ميديا. فمن ساعتها جه قرار من هنا ان الجروب هيتقفل على الرجاله بس،
وكل واحده ست طلعت بره الجروب احتراما للشباب، حتى يعني الجروب في بحبحه كتير قوي يعني قوي شباب واخده راحتها فيه يعني. طبعا بس يعني دي فكرته انها تقفل على الرجاله، اما هو فكره كان جروب بابليك اصلا في الاول وفي الاخر يعني. مصطفى انا عارف حاجه اتفضل. هو كان هدف من اهداف تاسيس الجروب يعني النفسانه بتاعتكم. النفسانه بتاعتنا احنا هننفسن عليكم في الطبيخ؟ احنا ما هنصدق ان حد يشيل من عندنا المشكله دي. ما تستطعموش الحاجه الا اذا كنتوا انتوا عاملينها. مصدقين؟ فعلا؟ اه. انت بتطبخ لمين؟ طبخت لمين؟ يعني انت خاطب. انت عرفتوا؟ انت فضحتوا؟ طبخت لخطيبتك؟ لا لا. اولا مبدئيا انتوا داخلين عليا بايديكم فاضيه، لما شفت حاجه من اللي انتوا بتعملوها. ايه ده ثانيه واحده بس؟ نعم. مش كان معايا شاورما قبل الاستوديو؟ كنت بتاكلها لما عزمت حد عليا. وانا انت ما رضيتش تيجي؟ يعني قلت لي انا طالع هوا مش عارف طالع هوا. طب وبعدين ما كانتش عامل ايدك، انت قلت لي انها مش عامل ايدك. بس احنا اللي جايبينها مش هنقعد على السوريين. طب ماشي. الفكره بقى ان احنا انا عايز ادوق عمايل ايديكوا. ما احنا قلنا بقى ما فين الماتيريال؟ تيجوا مجهزين جايبين كده صينيه كنافه شويه لا دي حاجات عاديه شوربه عدس يعني اي حاجات بسيطه جدا دي حاجات عاديه بالنسبه لنا دي فعلا شغل هواه ده لا شغل هواه شغل هواه احنا بنعمله لا 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 ده الموضوع كبير طب كملي بس من اسباب تاسيس نفسانه الستات بتقولي نفسانه الستات ان كانوا معتبرين فعلا زي ما محمد قال كان حد برضو عمل بيضه انه عمل بيضه اومليت مش عارف هو معتبر ده انجاز واول مره حد يخش المطبخ يفتح بوتاجاز يحط زيت في طاسه يكسر بيضه يحطها بس هو الصراحه عندهم حق يعني هو فين الانجاز في انك تعمل ساندوتش او تعمل الفكره ان ده ما فيش انجاز يعني انتوا فين الانجاز ان مثلا تشتغلوا 48 ساعه متواصل لا احنا بنشتغل 48 ساعه متواصل لا لا ما صدقش وبنغير لمض وبنعمل كل حاجه الفكره كلها هو كسر حاجز موجود اصلا في المجتمع انه يقول لك ايه الراجل ما يخشش المطبخ اصل ايه ما يتعملش ايه حته اللي هو السي السيد اللي هو لا انا استنى الاكل يجي لي لا يعني دي ما بتحصلش يعني مين دلوقتي اكتر الناس الرواد اللي عندكم على الصفحه بتاعتكم بيبقوا اساسا يعني مثلا مغتربين زي ما انت بتقول او ايه بيكونوا ايه هو يعني بيبقى اغلبهم مسافرين بره مصر قاعدين لوحدهم طبيعه الموضوع طلبه الجامعات مجموعه طلبه مع بعض مش ما فيش نسبه كبيره لواحد مثلا في بيته بيدخل مثلا بدل مراته يخش المطبخ الا واحد هو مش كبيره يعني لا هو مش حد كده هي مش مؤخرا بقى في رجاله لا هو هي مش نسبه كبيره هو مراته اللي بتصور له الفيديو كمان بالمناسبه كنا في الاول اول تاسيس الجروب كنا بنقول انه هيقتصر على العزاب فقط العزاب والمغتربين فقط بعدين لقينا الموضوع فتح مننا خالص يعني حتى من طب بصراحه كده مين اللي علمكم الطبخ اصلا احنا يعني مامتك مثلا ما علمتكش احنا لا انا اتعلمت من والدتي طبعا ايه ده طبعا بتكسب فيها غبي ازاي علي قال الحقيقه انا بحب ادوق يعني احنا والدتي كانت بتطلبني تعالى دوق دي تعالى شم الحاجه دي يعني بعرف الاكل من ريحتها ذواق انت ذواق في انا ذواق ومن ذواق ممكن اخش اعمل اكله ما اكلهاش انا كنت بعك في الاول يعني مثلا كانت بتهف معايا يعني انت دورك في الجروب انك تكون ذواق لا ده كان دوري زمان ده كان دورك زمان تطورنا بقى قبل الجروب اصلا يعني كان قبل الجروب من صغري انا كنت انا بحب اشم الحاجه في البيت مثلا تعالى شم دي لا هنا فيها مثلا في رمضان قبل الاكل كنت انا بشم بعرف لا مثلا يا جدعان لا انتم مكترين بهارات انتم مكترين كذا من الريحه بس انت عندك استعداد على فكره استعداد بس بنخش المطبخ احنا ممكن اخر مره عملت لهم اكل امتى انا مش فاكر بس الفكره ما عندهمش ثقه ياكلوا من ايدي قبل تاسيس الجروب الطبخ انا كشافه طب بتوع الكشافه دول بيبقوا بيتصرفوا فغصب عننا احنا كنا بنطلع معسكرات بايام واسابيع انا قائد فرقه ومعايا ثلاثه كمان القاده فكان غصب عننا لازم نطبخ لفرقه يعني هم مثلا ينزلوا يعملوا الطابور احلى تسمم كان بيحصل فكان غصب عننا لازم نطبخ لهم لا ثانيه كنت بعمل سجق اسكندراني عالمي وكبده متشوحه وكبده بالصلصه انا سامع كلام بس ما شفتش حاجه ما احنا قلنا فين الماتيريال يعني انتوا جهزوا لنا مطبخ كده في حلقه ثانيه ان شاء الله ونيجي نظبط لكم اكل على الهواء بجد؟ بجد فعلا يعني كده بس هناك عشان لو حصل حاجه بس على مسيرتكم الشخصيه لا مسؤوليتي ايه؟ طب قولوا لي ما ظبطتوش عمركم ست مثلا دخلت الجروب عندكم متخفيه في زي حصل انا لحد دلوقتي مبلغ اكتر من 150 ست طب استنى انا عايز اعرف انتوا عرفتوهم ازاي بس ناخد الاول التليفون اللي معانا رحمه الو
السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ منوره والله. ده نورك يا رحمه، ميرسي، اتفضلي. شفتي الشباب اللي يفرح اللي بقى بيطبخ ده؟ الشباب ده اللي زي القمر، انا بحب المطبخ موت. تقدري بحب المطبخ وبشجعهم، بقول لهم كملوا ما تيأسوش ولا حد شعققتكم. هتقولي لا لا دي ادم معانا في الجروب. لا لا دي اول ست. بقول لك ايه يا رحمه، هم دلوقتي هياخدوكي مستشاره ليهم عشان تديهم وصفات. حد شجعنا ما حسبش علينا. وصفات ايه؟ عايزين وصفات ايه؟ ايه اللي معصلك معاكم؟ يعني كل حاجه فعلا موجوده على الجروب، من المكرونه البشاميل للمسقعه كل حاجه. يعني انا بعمل طاجن الباميه باللحمه الضاني. الله ويكا ولا ايه؟ الله احنا نيجي بقى. ويكا. لا 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 عايزين هنا طريقه الويكا ونجي. ويكا. الله ويكا. الله وطاجن البصل. وطاجن البصل كمان واللحمه، وبعمل العكاوي وبعمل لحمه الراس وبعمل ممبار. بخترع. طب نخلص الاول. خلاص والله يا رحمه ميرسي قوي على تليفونك. هي عندكم دلوقتي مستشاره. احنا بقى بصي بصي عايز اسالك الاول، انت عندك صبيان؟ رحمه البيكاتا. البيكات. قولي لي انت عندك صبيان يا رحمه؟ معايا، وبعمل الهولنديه. طب قولي لي. ايوه عندي صبيان. واولادك بيخشوا معاكي المطبخ الصبيان ولا مالهمش في الجو ده؟ بيعملوا كبده وبيعملوا سجق وبيعملوا مكرونه. في الرجاله، في الرجاله الكبده شيء مشترك. كبده ومكرونه. تمام خلاص. بصي هي صفحتهم اسمها هناكل ايه النهارده؟ هناكل ايه؟ هناكل ايه النهارده للرجال فقط؟ تدخل هتدخل لكم دخل الولاد بقى. لا دخل الولاد بقى عادي، دخل الولاد وتابع من عندنا. احنا ممكن يدخلوا معانا. بصوا على الجروب يا جماعه، ما هو مستشار من بره بقى. معانا تليفون تاني. محمد الو الو محمد قطع. طيب ارجع بقى للوصفات. قولوا لي اكتر الاكل اللي بتعملوه. زي ما قلنا الكبده والمكرونه اكتر حاجه او اسهل حاجه او الحاجات المتوفره. طب انتوا بتعملوا حاجات سهله يعني. طاجن البصل ده ايه نظامه؟ معلش قولي. ايوه طاجن البصل نفس فكره طاجن الباميه. تمام. هي دي صوره الصفحه اسمها كده. دي كفر الجروب. كفر الجروب. وفي صوره ثانيه اللي هي بتاعه الالف. ايوه ده محدش اتخد من السكينه، ده للمطبخ. للمطبخ. صوره الشنبات دي، وهو ده البروفايل بيكتشر اصلا بتاعه الجروب، ده اللي هتلاقوها في السيرش لما تيجوا تعملوا. طب ممكن تعملوا لي استثناء وتدخلوني عندكم على الجروب ده؟ ما تحاوليش. ما حاولش. امي حاولت بس ما دخلتهاش كمان. طب قولي طاجن البصل اديني الوصفه. طاجن البصل نفس فكره الباميه بالظبط. ايوه. بتقطعي، انا عن نفسي لما جيت عملته ما كانش متوفر اللحم الضاني، عملته بالكفته الجاهزه. اوكي. بتقطعي البطاطس، بتقطعي البصل شرايح. خلاص. بيكون معاكي مرق اللحمه، عشان قلت الكفته مش هتنزل حاجه، بيكون معاكي مرق اللحمه. بيكون معاكي الصلصه الجاهزه. تمام. تعملهم كلهم ميكس مع بعض. بهاراتك. خلاص بهاراتك الاساسيه بقى، اذا كان ملح واذا كان فلفل وكمون. تعمليهم حاجه اساسيه. يغلوا على النار شويه من فوق، بعد كده بتبداي تدخليهم تدخليه الفرن يبدا ينشف. يطلع لك بقى طاجن عليه اللحمه من فوق مشبر كده. تجوعتين. البصل حاجه تحفه. تصدق جريت ريقي. لا والفيديوهات كمان بتاعت الجروب. دي فيديوهات بتاعت دي فيديوهات معانا اصلا، ناس معانا على الجروب. ده سجق ده. ده سجق بيعمله. اولا السجق ده بيجي جاهز من عند الناس، هتعمله في الحياه. لا لا بس الفكره كلها ان يعمل شايف السنس هو بيعمل شايف. لا مش حاجه سهله. تفتكر التحبيشه دي حاجه سهله؟ سهله طبعا. وفكره ان الراجل يعمل التحبيشه دي حاجه مش سهله اساسا يعني. شايف شكل السجق شكله ايه؟ لا انا بجد عايز اسمع الفويس بتاع الفيديو ده بتاع ابراهيم المصري. دي كيكه دي ولا ايه؟ لا مش كيكه، ده هو وسط حد ده مبدع بيعمل شويه حاجات غريبه. انا لو بصيت على الفيديو بطني بتوجعني. طب احنا معانا تليفونات، ناخد محمد. الو الو محمد. ايوه مساء الخير يا محمد، اتفضل. مساء النور يا فندم. انت عضو عندهم على الصفحه ولا عايز تنضم لهم؟ لا انا عضو عندهم واصحابي كمان. الله يا محمد. طيب استفدت كويس من الصفحه بتاعتهم؟ بتطبخ دلوقتي؟ لا انا بطبخ من زمان حضرتك، مش من دلوقتي. حقيقي. شابوه شابوه لمحمد. طيب ايه اكتر حاجه استفدتها لما دخلت معاهم على الصفحه؟ تبادل الخبرات ايه يعني؟ احكي لي. هو يا فندم في ناس طبعا لما شاركت في الجروب استفادت منهم كتير. يعني فكره الجروب جميله جدا، لان طبعا احنا عندنا في المجتمع بتاعنا الشباب اصلا ما بيطبخش، يعني لو دخل عمل بيض اومليت ده كده عمل انجاز. تمام. ودول اصحابي يعني علي ومصطفى عاشور.
تمام. انت غريب، قول لي انت مين عشان هجيبك. احنا في كل حلقه بنتقفش القفشه دي وما بنعرفش مين اللي اتصل في الاخر. بص على الجروب دلوقتي. سلام معاكم يا جماعه. سلام. هلا 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 سلام. نور. هلا والله. طيب خلاص يعني ناخد محمد اصلا قوي بيعمل على... طبخات جميله جدا والله فعلا. شاف يعني بيعمل مشويات تحفه. الله. حد من سكان الهرم يعني. يعني الموضوع عنده لازم يكون حد ممتاز طبعا. طب ناخد عمار. الو الو هل يكون في بالي عمار معايا؟ عمار مريد. الو احنا لسه بنتفرج يعني. واضح انه قطع. عمار ارجع تاني. طيب احكوا لي كل واحد فيكم يحكي لي اول مره دخل طبخ حصل له ايه؟ السؤال ده انا بتساله على طول برد نفس الرد يعني. طب دخلت إيه؟ اول مره عملت مكرونه. مكرونه ايه؟ مكرونه اسباجيتي. بس حطيتها في ميه بارده. دي كانت اول مره اخش المطبخ فيها يعني. ما يعني كملت الطبخه وخلصت المكرونه وطلعت كويسه. تستحق السر. اكلتها يعني؟ اكلتها. طب خلاص ماشي. عمل المكرونه في ميه ساعه. ميه ساعه. استوت ازاي دي؟ ما يعني عملت تليفون بقى مع ماما وسالتها. انت حاططها على النار بقى بعد كده؟ لا ما انا شلتها بسرعه ولما عرفت يعني لقيتها ما فيش انجاز في. طب يعني كلمت ماما؟ ايوه طبعا. ما انا قلت ان هي بتساعدني طبعا. مصطفى ده حصل. انا اول مره كان عملت بس نجحت. شويت لحمه طبعا تبلتها وشويتها بمساعده برضه شباب. ما كانش فيه اي تدخل من امي بس هي كانت معانا على التليفون طول الوقت. ايوه. ها اعترف اعترف. لا لا اللي هو كنت بقول لها حط 2 جرام ملح بس يعني هي ما كانتش بتضيف حاجه. لو شافت الحلقه تضربني. وبعدين عملت رز. طلعت اكله تتاكل يعني؟ طبعا جدا جدا. كانوا هيموتوا عشان ياكلوا بس احنا ما رضيناش كمان. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان احنا نفسويين قوي. محمد انت اول اكله عملتها ايه؟ اول اكله عملتها بس مبدئيا كنت بتقفش من المطبخ ايام المذاكره وايام الثانويه بتاع المطبخ. انت لو عايز حاجه تجيلك لحد عندك. انا كان هروبي من المذاكره اخش المطبخ اعمل اي حاجه ان شاء الله العب عكه واطلع. انت اصلا مشروع شاف. تعالى بس احكي لك. الفكره اول حاجه انا عملتها ومتذكره واخواتي عموما والدي بيسفوا عليا فيها. كان اساس الحاجه اللي معايا اللي بحب اعمل فيها اللي هو البيض. اي حاجه كنت بخلص طبق البيض اول ما يجي اعمله باي حاجه. من اكتر الحاجات اللي عملتها حبيت اعمل بيض اومليت بشكل جديد. عملته ايه؟ عملته بالمسترد وعملته بالخل. حاجه كانت معفنه. خلاص مسترد وخل. عملت ميكس مسترد وخل. طب انا ممكن امكش ورميتوه. لا 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 اللي هو رميناه وجبنا جاهز. نعمه ربنا نعمه ربنا ما تترميش. حطيته في الطبق. انا مش عاجبني لونه مستفز. طب اشكله بايه اشكله بايه؟ رحت جايب جبنه فيدا لسه ما دخلتش الثلاجه. طلعتها حطيتها في كيس. قلت خلاص ما تكملش. لا والله الموضوع خلاص خلاص خلاص. الملخص ان انت فشلت. على فكره عايز اقول لكم على حاجه عشان بس احقاقا للحق. كلنا ما بندخل المطبخ اول مره بنبوظ الدنيا. انا لا بلاش الثقه خلاص. انا شخصيا اول مره عملت سمك. احنا بنتكلم. طب انا دلوقتي هفضح نفسي بقى. اسمع اول مره عملت سمك قالوا لي ادوني الوصفه كلها وما حدش قال لي ان السمك ده بيتغسل. واو. فانا عملت الوصفه كلها. طب اتأثر ولا لا؟ طب اتأثر ولا لا؟ لا كان في ليه؟ ما غسلتوش. تمام. بس عادي يعني. اكلتيه في الاخر؟ لا طبعا ما اكلتوش. لا الفكره بقى عندنا ان احنا حتى لو فشلنا بنكمل الطبخه نعدلها وبعدين ناكلها. يعني المهم ان هي ترجع في الاخر تبقى حاجه كويسه. الديسكربشن بتاع الجروب ان لو الاكله فشلت تنزلها بالفيديو بالوصفات وتقول فشلت ازاي وفشلت ايه عشان ما نعملهاش تاني. مش عشان اتعلم بس عشان اعلم كمان التانيين ما يغلطوش نفس الغلط. بالظبط. ميرسي جدا لوجودكم معايا النهارده نورتوني. والمره الجايه لما تيجوا تجيبوا معاكم اكلكم اللي انتوا عملتوه عشان ندوق. ما عندكمش اكل ولا ايه؟ لا ما عندناش. بنتعزم ما بنعزمش خلاص. وان شاء الله في تقدم كده وازدهار ونشوف الجروب ده يمكن نطلع منه بشفات المستقبل. محدش عارف ان شاء الله. يعني بس معلش بس ثانيه في الاخر كده عشان تقريبا خطيبتي بتسمعني. ها انسي ان انا اخش المطبخ مش هيحصل. يعني اخش اعمل حاجه. هو انت خلاص هو هو عمل اللي عليه في سيطره برضو. معلش يعني انا دلوقتي بعرف اطبخ بس مش معنى كده مثلا ان انا اجي من الشغل تقولي لي خش اطبخ. لا روحي. هنشوف قابلني كمان 5 سنين ونبقى نشوف. من اهدافنا الجايه ان شاء الله ان احنا نحول فكره الاكل اللي هو يعني مع احترامي احنا كمصريين عموما بناكل كميه ما بناكلش كوانتيتي جوه الحاجه. الفكره كلها عايزين نخلي اكلنا الفتره الجايه اكل هيلثي. نبدا نركز في اكلاتنا يكون شكلها ايه. وجميل. باخد قيمي كامله منها. باخد بروتين باخد كربوهيدرات باخد نشويات باخد حاجتي كامله من اكلي
ما باكلش على الفاضي. هو الجروب ده هينبثقوا منه حاجات كتيره جدا. على فكره انتوا جايلكم تليفونات كتير جدا بس احنا اسف وقتنا خلص ومش عارفين ندخل الناس تشجعكوا اكتر من كده. احنا شجعناكوا خلاص كفايه. مش عارف والله التشجيع كنا هنعمل ايه يعني. معايا فاصل وهترجع ليلى بفقراتها. مساء الخير مساء الجمال على كل الستات الجميلة اللي بتتفرج علينا دلوقتي. طبعا النهاردة حلقة الجمال مع مصفف الشعر مختار اسماعيلي اللي منورني النهاردة واللي هنشوف منه حاجة جديدة بتحبها الستات بالنسبة للستات اللي شعرهم كده زي شعري لونهم كده واللي شعرها اسود واللي عاملين طبعا مبدعين في الألوان. وهنشوف ايه الألوان اللي من غير ما نبوظ شعرنا نضيف ألوان تانية وبرضو زي ما قلت لكم من غير ما نبوظ الشعر بتاعنا. فعشان كده اخترنا النهارده يكون معانا مختار اللي منورني النهارده. ازيك يا مختار؟ عامل ايه؟ ميرسي على الالوان الحلوه دي اللي عاملها. حلوه صح؟ حلوه جدا. عارفه من غير ما تقولي. مختار طبعا انت عارف بقى الصيف داخل علينا اوكي طبعا. والبنات مشكلتنا احنا البنات بنبوظ شعرنا بايدنا يعني ماشي الصبغات والحاجات دي كلها. فعشان احنا بقى نبعد من موضوع التبويظ ده والصبغه ايه نعمل ايه؟ ايه الحاجات ايه الالوان اللي ممكن مثلا انت شايف زي ما انت عملت لي دلوقتي الالوان دي مناسبه ليا كده يعني ممكن اي بنت تعمل كده؟ طبعا الالوان ديت للصيف الازرق والاحمر والموف والاخضر كل الالوان دي اجيبه شويه كده على جنب كده. الالوان دي بنركبها من غير لزق ومن غير كليبسات ومن غير اي حاجه بحاجه اسمها رندلات اللي احنا بنركب بيها كل مره والمره اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عليها ديت ما بتاذيش الشعر خالص. دي بتنزل البنت بتركبها لها بتنزل بيها البسين بتنزل بيها البحر الوان الصيف بقى الجميله ديت كلها بتنزل من غير اي اذيه ولا تهلك شعرها ولا يتقطع ولا اي حاجه. رنجات يعني رنج. انت دلوقتي هو رنج. يعني بس عشان نقول هو عامل لي رنجات يعني بس الرنجات دي غير على الرنجات يعني اول عارفين زمان وهي اوريدي لسه لحد دلوقتي رنجات يعني في الشعر كده شعره بشعره بس ما بتقطعش الشعر. دي بتقطع الشعر؟ لا دي ما بتقطعش الشعر اللي شعره بشعره. لا شعره بشعره بتقطع الشعر بتقطع دي بقى احنا بنركب زي حاجه اكسسوار صغير كده خصل بنحط لها خصتين او ثلاثه بتنزل بيهم ثابته وما بتقعش منها تديها شكل جميل جدا وفي نفس الوقت ما تزيدش شعرها ولا حتى تفتح شعرها ولا تعمل الالوانات دي في شعرها. ما بتقدرش في نفس الوقت اللي حابه تشيلها في اي وقت تشيلها. طيب انت دلوقتي حطيت لي يعني احنا زي ما بنقول يعني فيغ بيستاش يعني اخضر الفاتح وحطيت لي موف. موف. اوكي حطينا الالوان دول مع بعض، ايه الالوان لو مثلا عايزه اعمل كوكتيل كده تبع الوان؟ ايه الالوان التانية اللي اضيفها على لون شعري ده؟ ممكن نضيف مثلا الموف الازرق معانا الورنيت الازرق مثلا او الفوشيا. الفوشيا مش ممكن يمشي مع مع الاسود مثلا الاسود الاسود ماشي مع الفوشيا دوت تمام يمشي مع الموف دي الخصه اللي احنا بنركبها. طب انت الخصل دي بس عشان البنات تعرف احنا عارفين الالوان دي ما يعني ما نحطهاش من قدام يعني زي ما انت عملت كده. لا هي خصه واحده او خصتين ندخلها جوه الشعر اللي هي ما تبقاش اوفر ما تبقاش حاجه كده اوفر على الشعر حاجه كده بسيطه جدا بتدي شكل وفي نفس الوقت مع الكيرلي مع الويفلي عشان الشعر بتحب تعمله كيرلي في الصيف او طبعته كيرلي بيديها شكل حلو قوي. حلو قوي. طيب خلينا نتكلم بقى ايه الالوان اللي ممكن تليق عليها الالوان دي؟ الاسود مثلا، الاسود ايه الالوان اللي نقدر ندخلها دي؟ الاسود يمشي مع الاحمر، يمشي مع الموف، يمشي مع الفوشيا. فوشيا؟ فوشيا، يمشي مع الفوشيا. وايه تاني؟ الجري كمان؟ الجري طبعا يمشي معاه. الجري ده طبعا هو ده أساسي نمبر 1 الجري نمبر 1 في الصيف كله وده الموضه الجري والاخضر. طب ماشي لو مثلا قلنا احنا طب اوكي انت قلت الفوشيا والموف والبيستاش والجري وبالنسبه للبلوند بالنسبه للبلوند ده بنحطه للشعر الغامق البلوند الموجود هو تمام ده بنخليه للشعر الغامق ينفع معاه الشعر الغامق يعني لو ده هندخله قصدك في الاسود يدي شكل معاه يبقى معناها في الاسود الشعر الاسود هنحط لها الجري هنحط لها الاخضر هنحط لها الفوشيا هنحط لها الموف تدخله كلهم مع بعض ممكن ندخلهم مع بعض كل حاجه خصه خصه منها رفيعه. حلو جدا. طب لو جت الست بقى وعايزه تعمل شعرها كله الالوان من غير ما احنا نقعد نضيف الشعر غامق وندخل عليه الالوان دي لا هو كله مع بعض كده كوكتيل الوان. كوكتيل الوان هيبقى هنركب لها بقى اسطر الوان لون مثلا موف لون احمر لون اخضر لون فوشيا تمام هيديها اللوك كله كل الالوانات.
حلو، برضو رنجات كله رنج. طب موضوع الرنجات ده مش هيكون، انا صوتي ابتدى يختفي يعني معلش مش لا. مشكله يعني. موضوع الرنجات ده لما تيجي انت تنصح الست لما تيجي مثلا تعمل اكستنشن، اوكي انت طبعا. عارف احنا البنات طبعا ما نستغناش عن الاكستنشن ده طبعا. موضوع اساسي عندنا. ايه الكميه اللي لازم نحطها عشان كمان ما يتقلش على شعرنا الاساسي ما ينزلش، فعشان هو طبيعي حتى لو الرنجات اللي انت بتعملها ما بتاثرش الا ما الشعر يتاثر شويه لو هي تقلت. لو هي تقلت ممكن تركب حوالي 250 جرام 200 جرام زي ما احنا شايفين كده. تمام، ده 250 جرام او 200 جرام ده كويس ليها. لو هي شعرات ايد ممكن نحط لها 300 جرام. دي الحاجه اللي احنا ممكن نحطها لاي حد عاوز يركب شعر. طبعا طريقه الرنج بتختلف عن اي حد، في ممكن اي حد يركب لها رنج وتيجي مثلا البنت بعد كده تيجي تقول لك ده انا شعري اتقطع من الرنج، ما هي ما جربتش. اي حد بيركب رنج ما جربتش الطريقه الصح، يعني كل الناس بتركب بس ما تركبش الطريقه الصح للشعر. في طريقه بتتركب غلط بتقطع الشعر كله، تيجي البنت تيجي تقول لك ده اتقطع الشعر من الرنج. طب ايه هي الطريقه الصح؟ الطريقه الصح اللي انا ركبتها المره اللي فاتت، كانت المره اللي فاتت لما ركبت الرنج صح، دي بيورنج مش باين كمان كده. دي برضو دي مركبه حوالي 300 جرام، شعرها تقيل، شعرها كله كيرلي تمام، ركبنا لها شعر كيرلي بطريقه الرنج كلها ثابته. دي برضو كذلك مركب لها حوالي 250 جرام، والخصل دي كلها تركيب مش معموله في شعرها خالص، يعني كل الخصل الموجوده ديت دي متركبه. دي كذلك برضو الشعر ده كله تركيب، شعرها قصير حوالي 5 سنتي. ودي مركبه حوالي 300 جرام. كل التفتيح اللي في شعرها دوت كل ده متركب، مفيش حاجه مش متركب، مفيش حاجه معموله في شعرها هي تاذي شعرها. البنت الجميله ديت دي مركب لنا خصل بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها بتاعت الصيف بقى، اللي هو الاخضر والموف والازرق، كل الخصل دي اللي احنا مركبها في الصيف. بتركب بطريقه الرنج كده زي ما دي، مش في شعرها، ده خصل متركبه، خصل متركبه من فوق تمام. طب يعني انت مش شايف انه، طب قول لي بقى ده دي أجل. طبعا ما كانش كان عندها ظروف، كان عندها مرض ربنا ان شاء الله شفاها الحمد لله يا رب. وكان شعرها واقع وغيرنا لها خالص الحاله بتاعتها وركبنا لها بطريقه الرنج برده، دي ما كانش فيها لا استوره قبل ودي بعد، دي قبل وبعد. أوكي. دي ما كانش عندها حاجه بس هنا رنجات كله رنج، كله رنج والحمد لله شعرها تقل عليه وتول عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس هنا ادي بصي دماغها عامله ازاي، دي دماغها فاضيه من قدام خالص تمام، ومن ورا فاضي طبعا. ركبنا لها طريقه الرنج ديت، غيرناها خالص طبعا الحمد لله يعني بفضل الله. دي برضو حاجه ثانيه برضو كانت نفسيتها تعبانه وكان شعرها واقع خالص، دي ركبنا لها برضو دي قبل ليها صوره بعد برضو تمام، دي قبل التركيب. ادي بعد التركيب، بعد التركيب الحمد لله يعني ما خليناها ماشيه مبسوطه، ومش اي نوع تركيب يأذي الشعر. حلو جدا. والالوان كمان انت تعرف الالوان طبعا الألوان. ده قبل وبعد طبعا برضو، ده قبله دي شعرها قصير، دي بعد ما ركبناها لها خالص مديها كثافه، وفي نفس الوقت شعرها ما فيهوش اي حاجه من الضرر ليها نهائيا. واللون كمان اللي مغيره حلو جدا. اللون طبعا الوان بقى البتنجاني والاحمر، بس طبعا البتنجاني والاحمر ده لو حد عمل احمر او بتنجاني مش هيتغير، لو اتعمل في شعرها مش هيتغير بعد كده. حلو، انت قلت كلمه دلوقتي لازم اللي يجيني يطلع مبسوط، فطبيعي ده اهم حاجه طبعا عندي اللي عامل. انا جيتك وطلعت مبسوطه من عندك طبعا، ده يعني شرف ليا لي انا كمان، ده شرف ليا انك شرفتيني وخرجناكي ان انت تكوني مبسوطه. ثانك يو، ميرسي قوي. والالوانات اللي في شعرك موبايل جميله عليك، جميله جدا جدا. طيب دلوقتي احنا زي ما قلنا موضوع الشعر والتركيب، وموضوع الشعر ده طبعا قلق بنات كتير، يعني هو اكتر حاجه بتقلقنا، يعني ممكن نلاقي حل حلول لحاجات تانية بس الشعر. ازاي تقدر الست تختار تعمل مثلا زي ما شفت انا عندك كمان تمام. عندك الكريمات اللي بتعملها انت للشعر، الماسكات اللي بتعملها للشعر ايه الحاجات المفيده اللي تقدر تدينا نتيجه من غير ما ناخد وقت طويل، يعني نحس انها ادتنا نتيجه، نقول مثلا شهر كده تمام نتيجه، نعمل حاجه نتيجه كويسه جدا. عندي حمام كريم ده طبيعي 100%، ده ممكن اي حد يعمله في البيت طبيعي، ده دايما بنصح بيه وبيجيب نتيجه كويسه طبعا. ده عباره عن حمام كريم، احنا هنرجع للحمام الكريم بس تمام. خلينا ناخد اتصال معانا تمام. الو ايمان. الو الو، انا مروه. مروه مساء الخير يا مروه. مساء الخير ليلى، مساء الخير لدكتورنا العظيم. انا بس حابه اسال سؤال، انه عرض صوره دلوقتي لواحده كانت واخده كيماوي وده حاجه مهمه، ان انا بس مش عارفه هل هي لو طلع الشعر الجديد ده حابه تصبغه في حاجات اللي هي امونيا فري
بالي يعني ده اللي بتنصح بيه ولا تنصح بايه يكون يتعمل علشان الحاجات دي ممكن تكون شويه خطر لانها بتكون في يعني في حاله بنها بتفوق من الكيماوي والسرطان والحاجات دي يعني بس والحاجات اللي هي المغذيه اللي في زيوت او حاجات حضرتك تنصح بيها ولا تفضل لا ايه؟ انا انصح الصبغه طبعا ما فيهاش امونيوم خالص دي انصحها بيها عشان خاطر شعرها ما ينفعش يتحط لها امونيوم او اكسجين او الكلام دوت عشان ده هيأذي شعرها بعد كده تمام فزي لازم يبقى شعرها لسه طالع جديد فبنحط لها صبغه ما فيهاش امونيوم حلو جدا طيب ناخد اتصال تاني معانا ايمان الو مساء الخير يا ايمان الخير اتفضلي استاذن حضرتك انا دلوقتي عملت حنه سودا حنه في شعرك؟ تمام حنه سودا ليه يا حبيبتي؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ هتنشف شعرك ليه؟ حنه عملت الحنه السودا ادت الشعر اللون الاسود دلوقتي بجيب كل الصبغات الخاليه من الامونيا زي تشي او صبغات غاليه ما بتجيبش اي تاثير في شعري دلوقتي وانا عايزه اصبغه لون تصبغي ايه؟ مش قادر يمشي من شعري اه يعني انت عايزه يعني الحنه دي تروح خالص يعني انت عارفه الحنه دي يعني انت اول ما قلتي حنه انا يعني قلبي وجعني بصراحه لانه الحنه يعني بتدمر الشعر وبتاخد وقت طويل عشان تقدري توصلي للون اللي انت عايزاه مختار دلوقتي هيجاوبك مختار الحنة مش الحنه مش هتجيب معاها اي لون خالص ولا هتجيب معاها بلوند ولا هتجيب معاها هي هتستخدم بقى صبغه بني غامق شويه كل ما يطلع الجدود تقعد تصبغ بني عشان ما تروحش الكوافير طب ايه الوقت يعني دلوقتي انت قلت لازم مثلا تقعد حوالي 6 اشهر مثلا اقل حاجه 6 اشهر ممكن تروح لكوافير احنا كده الحنه مش لازم تعمل حنه خالص الحنه والصبغه السوداء والصبغه 40 ديت الاسود بالذات مش هتغير اي لون بعد كده ولا بنيات ولا الا بعد 6 اشهر بعد 6 اشهر ممكن تروح لكوافير ويقول لها هجيب لك لون ثاني هجيب لك لون بلوند هيفتح لها شعرها يسحب لها لونها بس شعرها كده هيتعب وشعرها هيتحرق طبعا ومش هيجيب اللون اللي هي عاوزاه يعني انت تنصح الستات اللي هم عاملين الحنه عاملين حنه تجيب صبغه بني تمام وتحط كل ما يطلع الجذور تصبغ الجذور تصبغ الجذور لغايه ما الشعر اللي فيه الحنه ينزل خالص وبعد كده تعمل اللون اللي هي عاوزاه يعني لحد ما شعرها قصدك انت يطول اللي موجود مش هيجيب لون معاها اللي هو لو فتح ولا سحب اي لون ولا اي حط اي صبغه مش هيجيب معاها الدرجه اللي هي كويسه الا اذا فتح وحرق شعرها طبعا وهجيب معاها اورانج مش هجيب معاها مش هجيب معاها تلج طب لو جاب معاها اورانج هنا نقدر نحط على الاورانج تقدر تحطي بقى ممكن تجيب بني هيديها سنه اعتقد بس ده على الاقل حاجه بعد 3 اشهر بعد 3 اشهر الحنه بالذات بتنشف الشعر ما تنصحش بيها طبعا الحنه فعلا دمار يعني دمار للشعر جدا طبعا الناس بتفتكر الحنه دي مغذيه وبتقوي الشعر طبعا الحنه ولا مغذيه ولا حاجه لكن الحنه دي بتنشف الشعر في نفس الوقت مش هتعرف تغير لون شعرها بعد كده وما بتغذيش الشعر في حاجه طب هي دلوقتي عامله الحنه خلينا ننصحها عشان انت كمان عندك حاجات بتعملها طبيعيه هي تعمل ايه بشعرها عشان كمان تقدر تعالجه تصبغ ازاي تقدر تعتني بيه تصبغ شعرها بني تفضل كل ما يطلع جذور تصبغ بني لمده 6 اشهر وبعد كده تغير شعرها لا غير الصبغه دلوقتي هي يعني بتعمل ازاي تعتني بيه ايه الحاجات اللي لازم تعملها تحضرها في البيت الحاجات اللي تحضرها في البيت ده حمام كريم طبيعي جدا كله طبيعي 100% ده عباره عن جرجير وتوم ومجموعه زيوت زيت زيتون زيت خروع ممكن تجيبه هي في البيت وتعمله وتضرب الجرجير والثوم في الخلاط وبعد ما يتضربوا مع بعضهم تحطي تزود شويه زيوت يعني مقادير معينه تمام وتحطي فنجال جاز فنجال ايه؟ جاز فنجال جاز الجاز ده مهم جدا على فكره للشعر وبيغذي الشعر وبيتقل الشعر ده خليكي على الحنه يا حبيبتي خليكي على الحنه داخل في الجاز ده حاجه كويسه جدا ده كل ده بيتضرب مع بعض والله بصدقيني بيجيب نتيجه كويسه جدا بس دلوقتي انت قلت في الاول ماشي انا الثانيه الثوم ريحته صعبه شويه مفيش مشكله هي هتحطي بعد كده مع الجرجير والثوم والجاز هتحطي معاه اي نوع كريم من الموجود ليه ريحه كويسه وبعد كده هي لما بتغسل شعرها بيروح منه الريحه إيه لو عملت موجود. الحاجات دي كلها توم وجاز وجرجير والحاجات دي كلها ايه الريحه في الاخر اللي هتطلع بيها؟ لا ما هي هتقعد بيه حوالي ساعه لو هي مش لو هي قاعده في البيت لو هي هتروح مثلا الكوافير هتقعد تحت البندول حوالي نص ساعه تمام وبعد كده بتغسله باي شامبو كويس هيطلع منه الريحه مش اللي هو هيفضل ثابت لا مش هيبقى ثابت معاه طب اوكي نروح بقى للكيراتين والحاجات دي تنصح بيها انصح بالبروتين او الكولاجين تمام او البوتكس عامه اي حاجه ما يكونش فيها فورمالين الست بتروح الكوافير عشان خاطر تعمل مثلا البروتين او الكرياتين او الكافيار او الحاجات دي كلها واهم حاجه عندها اللي شعرها يبقى ليس
داخله تعمل كرياتين او بروتين عشان خاطر شعرها ليس. ده طبعا انا عايزاه كيرلي بصراحه. اه ده انا ما انصحش بيه طبعا. هو الكوافير بيخلوه لها ليس عشان في الاخر في فورمالين. اي ماده من المواد دي تعملها وبيخلي شعرها ليس تعرف اللي هي تحط لها فورمالين. لو شعرها مدي ويفي في الاخر بعد ما غسلته تعرف اللي هو ما فيهوش فورمالين. ما انصحش بالفورمالين. للفورمالين عامه كمان شهرين او ثلاثه هي بتبقى فرحانه بشعرها وطالعه مبسوطه جدا. كمان شهرين بالظبط بتلاقي شعرها ابتدى يقصف وينزل يبتدي يخف في الاخر. اوكي تمام. فده بيقطع الشعر طبعا الكرياتين وبيهر الشعر طبعا. هي فاكره اللي هو علاج. هو مش علاج خالص. مش علاج بس عامه كرياتين بروتين كولاجين بوتكس هي كلها مسميات وكلها ماده واحده. فانت تنصح اكتر حاجه بالحاجات الطبيعيه تمام. واللي هتعمل بروتين او كرياتين تكون متاكده 100% اللي من الكوافير اللي بيعمله لها او من اللي هي بتشتري منه اللي هو ما فيهوش فورمالين. زوره فورمالين وتتاكد تمام ان هو ما فيهوش فورمالين خالص. حلو. طيب نعمل الصبغه الاول ولا البروتين الاول؟ لا نعمل الصبغه الاول. الصبغه الاول وبعد كده البروتين. البروتين ده بيغذي الشعر. بنعمل تغذيه طبعا ما فيهوش فورمالين. بنعمل تغذيه للشعر وبيعمل غلاف للشعرايه. وفي نفس الوقت لما بيتغسل شعرها ما تبقاش هايشه معاها وفي نفس الوقت ما تبقاش ليس وتبقى ويفي طبيعي عادي خالص. بنعمل الصبغه وبعد كده بنعمل البروتين. حلو جدا. طب بس في بنات كتير لما تيجي تعمل بروتين يعني ناس بتقول لهم لا لما تعملوه ما تنزلوش البحر. انت شايف ايه؟ لا هي لو حبت تنزل البحر بعد كده ممكن تحط سيرم. السيرم ده بيعمل عازل ما بين الميه وما بين شعرها. يعني هي بعد ما تعمل بروتين بتحط السيرم بتاع البروتين او الكولاجين عامه وتنزل بالبحر بيعمل لها عازل خالص عن البحر. أوكي. عن الميه بتاعت البحر. مختار نورتني زي كل مره. وطبعا عايزين ننصح ايمان وننصح كل الستات اللي بتتفرج علينا بطلوا تحطوا حنه. لو انت عايزه شعرك يكون جميل وعلى طول تغيري وقفوا الحنه بليز. فدي الحنه صعبه جدا. لا اكيد طبعا الحنه انا في ايدي ما بحبش احط لا ولا حنه ولا صبغه سودا. هي ممكن لو عايزه تصبغ اسود تصبغ بني عشان خاطر لو حبت تغير بعد كده. الصبغه السودا لسه فيها امل يعني شويه. فيها امل بس برضك ما منساش بالاسود قوي. اسود بلاك ممكن تصبغ رقم 2 اللي هو اللي بعد البلاك عشان خاطر لو حبت تغير. لو هي بقى مش هتغير تاني خالص خليها في الاسود على طول. خلاص خليها في الاسود. نورتني يا مختار وانبسطت جدا منك وانبسطت اديتنا حاجات حلوه. ميرسي جدا على الالوان الجميله دي اللي في الصيف طبعا الواحد لازم كده. دي هتعمل معاكي اللوك جامد جدا وفي نفس الوقت انت مش مزايا شعرك في اي حاجه. انت بتحطيها ولما بتحبي تشيليها باجي اشيلها. لا انا كده بقى هاخد كميه وكل مره اعلق حاجه. مش كده واجي اعلقها لك. ربنا يخليك يا مختار مرة تانية نورتني وان شاء الله اشوفك كده متألق. مش يا فندم مستر حضرتك. ربنا يخليك. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استمتعتوا مع مختار ومعايا وان شاء الله اشوفكم على خير بكره.